هي ذكي، صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شازني. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك أن قطاع الزراعة في مصر شهد تطور كبير جدا وإنجازات كبيرة خلال السنين اللي فاتت، تطورات ساهمت في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وده من خلال طبعا زيادة الصادرات الزراعية. بدأت عملية تطوير الملف الزراعي في مصر بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وده لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، لأن الموضوع ببساطة ما بيقتصرش فقط على زراعة منطقة، لا ده بيكون فيه كمان تجمعات صناعية محيطة بهذه المنطقة أو في نفس المنطقة، فبالتالي بتكون دافع كبير جدا لوجود الناس، لإقامة الناس في هذه المنطقة، فنقدر نحن نبني حتى مجتمعات سكانية جديدة في هذه المنطقة قائمة على الزراعة والصناعة. مشروع 1.5 مليون فدان شمل وقتها 13 منطقة في 8 محافظات زي إنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة. طيب ليه إحنا أصلا توجهنا لزراعة 1.5 مليون فدان، أو توجهنا بشكل عام لزراعة الصحراء؟ لأنه كان في وقت من الأوقات تجاوزات على الأراضي الزراعية، زحف عمراني، تصحر بعض الأراضي، تملح بعض الأراضي نتيجة سوء صرف هذه الأراضي الزراعية، فبالتالي بقت أرض بايرة، فبالتالي مش هنقدر نزرع عليها، فتوجهنا الناحية التانية لزراعة الصحراء. وبالمناسبة الزراعة في الصحراء مكلفة، لأن بتقعد تعمل اختبارات على الصحراء عشان تشوف طبيعة هذه الأرض عاملة إزاي، محصولها إنتاجها هيكون عامل إزاي، محصولها هيكون عامل إزاي، توفير المياه كمان ومحطات المعالجة، ففي مجهود كبير جدا وفي أموال كتيرة بتنفق لاستصلاح هذه الأراضي. توفير المياه بياخد طبعا وقت وفلوس كتير جدا، لأنه أنت محتاج توصل ترع لهذه الأراضي عشان تقوم باستصلاح معالجة. المشروع ده بقى وغيره من المشروعات اللي هي ليها علاقة بالتوسع الزراعي قدرت من خلاله مصر أن هي تحقق النجاح لرؤية الدولة المصرية في تحقيق هدفها بخصوص تأمين احتياجات البلد من المحاصيل الزراعية. بنتكلم مثلا مشروع زي مشروع الدلتا الجديدة اللي بيستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 1 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر اللي بيدعم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، واللي بيساعد كمان البلد في مواجهة التحديات الاقتصادية اللي طبعا بتسببتها التغيرات الإقليمية والعالمية في العالم كله. كمان يا بسنت، مشروع توشكا الخير ده مشروع من المشروعات المهمة جدا في جنوب الوادي، بيستهدف زراعة 1 مليون فدان وغيرها من المشروعات الكبيرة اللي قدرت تحقق من خلالها دولة معادلة لتغيير والإنجاز في واحد من أهم الملفات اللي بتحقق طبعا النهضة الاقتصادية في أي دولة موجودة في العالم. في الحقيقة يعني لو هنتكلم عن بقى انعكاسات ده، فده انعكس على الصادرات الزراعية المصرية خلال السنين اللي فاتت، وقدرنا ان احنا نحقق طفرة غير مسبوقة في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية. لو هنتكلم بأرقام فبنتكلم على 2,506,000 طن من المنتجات، وهنا نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، وده كان مهم جدا ان احنا ندخل دول زي أمريكا اللاتينية، الصين، كندا، تايوان، كينيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. جزء كبير كمان من التطور اللي حصل في قطاع الزراعة كان الجزء الخاص بدعم مشروعات الإنتاج الحيواني. يعني مثلا عندنا واحد من أهم المشروعات وهو المشروع القومي لإحياء البتلو، واللي تم من خلاله تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7,700,000,000 جنيه لحوالي 42,330,000 مستفيد لتربية وتسمين 486,000 رأس ماشية، سواء كانت بقى عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاج، وده عشان نقدر نوفر كميات كبيرة من اللحوم والألبان. احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معانا فقرة
هنخصص هذه الفقرة للحديث عن ما حدث في ملف الزراعة، التطورات اللي حصلت خلال التسع سنوات الماضية، بالإضافة طبعا لأنه هيكون معانا فقرات تانية مهمة تابعونا النهاردة في حلقة مهمة جدا من صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف ونعرف منها اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا بسان. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين. دينا، احنا قرينا بوست كده انه لسه الصيف هيبدا. لسه هيبدا كمان 3 ايام، يعني يعني ميعاد موسم الصيف الرسمي هو 21 يونيو، يعني منطقي شويه الامطار بتاعه اليومين اللي فاتوا. احنا كنا لسه كل ده فتره فصل الربيع، فاكيد يعني التغيرات الجويه بتاعه فصل الربيع رياح خمسينية وتغيرات جوية كبيرة. مش ده كان في الخريف طبيعي. رياح مش الحاجات لا دي لا في الربيع تغيرات بقى المناخية خلينا في التغيرات المناخية. لكن هو يعني الحمد لله النهاردة هو في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، واعتقد ان كمان انا بعرف بقى وإحنا جايين الفجر كده لو نسبة الرطوبة قليلة شوية بيبقى في نسمة هواء حلوة، فاعتقد ان ايوه بس خلونا دلوقتي ناخدكم في جولة عن احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من ميدان العتبة، وهنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش. هنلاحظ انه هناك ان في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، شوية بشوية الطريق هيقل والكثافات كمان، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، وهناك بعض الكثافات المرورية المتقطعة اللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، ونفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر، وفي محور النصر بعد نفق الأزهر بيشهد كمان ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور اللي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. نروح حلوان وهنبدأ جولتنا هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، هنلاقي كمان كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش وواصلة لطريق القاهرة الأوسطي. كمان لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي في كثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات. معاكم جولتنا في شوارع الجيزة، وبتظهر كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، ده بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير. وظهرت كمان بعض الكثافات على كوبري الجامعة، وكمان في كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، ده بسبب أعمال التوسعة. ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم، بدأت كمان تظهر في كثافات مرورية نتيجة التحويلات. لو هناخد بالنا بقى من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، واللازم الاتجاه من نافق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق، أما القادم من طريق الواحات هيفضل في الطريق السياحي الجديد. هنروح معاكم الإسماعيلية وهنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل لما بين أو بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. نروح معاكم لسوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي إلى جامعة في أيضا كثافة نسبية، في كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا المرورية خلونا ناخدكم بقى في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشر على صفحته الرسمية فيديو بيتكلم عن خطة مصر الطموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، وده من خلال مشروعات عملاقة. المشروعات دي بتشمل إنشاء ممرات لوجستية بتربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتشييد الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما طبعا يحقق زيادة الدخل القومي لسيما بالعملات الأجنبية. الموانئ بوابات الدول على العالم الخارجي، وأهم العوامل التي تسهم في تسهيل النقل البحري وتحسين عمليات التجارة الدولية. ولأهميتها الاقتصادية حرصت الدول على بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر. ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية على تطوير وتحديث وزيادة عدد الموانئ المصرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات. عايزين نعمل شبكة مواني تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجستي في منطقتها اللي هي بتتميز موقعها الجغرافي، من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية. ووفق خطة محكمة قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير منظومة الموانئ واللوجستيات ترتكز على عدد من المحاور، منها المحور الأول ويتمثل في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة. وكان من أهم العناصر التي ترتكز عليها تلك الممرات هي الموانئ الحديثة المتطورة، فقامت وزارة النقل بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال بلغ 65 كيلو متراً وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 متراً، وأهمها على البحر الأحمر موانئ برميس سفاجة السخنة الأدبية نويبع، وعلى البحر المتوسط موانئ العريش بورسعيد دمياط أبو قير الإسكندرية جرجوب، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلو متر. وحرصت وزارة النقل على الاستفادة بالخبرات العالمية في مجال اللوجستيات عبر تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية. أما المحور الثاني فيتمثل في استعادة قوة أسطول النقل البحري المصري لخدمة أهداف الدولة التصديرية وتأمين الواردات الاستراتيجية، حيث تم انضمام السفينة وادي الملوك لأسطول شركة الملاحة الوطنية والتعاقد على سفينتين متعددتي الأغراض مع شركة الترسانة الكورية الجنوبية لصالح شركة القاهرة للعبارات، بالإضافة إلى تطوير ودعم أسطول شركة الجسر العربي للملاحة بانضمام سفينة جديدة. وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، فتم التخطيط لإنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية، والتي تعتبر مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في قطاع النقل البحري واللوجستيات. وتم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمي متخصص، حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM، والتي قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. وتم تأسيس شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة، وقد تم تنفيذ المحطة وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية، حيث زودت المحطة بأربعة أوناش رصيف عملاقة تناظر المستخدم بالمحطات العالمية الذكية الخضراء. وتستطيع هذه الأوناش التعامل مع سفن بطول 400 متر
بحمولة تصل إلى 24,000 حاوية مكافئة، وتعمل جميع معدات المحطة باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة وبنظام آلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع. وتبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2530 متراً، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والتي يصل غاطسها إلى 17 متراً ونصف. وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً. وستوفر المحطة حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. كل هذا الإنجاز تم تنفيذه برأس مال مصري وبأياد مصرية. ولمواكبة الطلب المتزايد بنشاط الغلال والأخشاب، تم إنشاء رصيف 85/3 بطول 433 متراً وبعمق 15 متراً ونصف وبمساحة تخزينية تبلغ 35,000 متر مربع. ويستطيع هذا الرصيف أن يستقبل سفناً بحمولة حتى 70,000 طن. وفي ميناء دمياط تم إنشاء وتطوير حواجز الأمواج الشرقي والغربي بهدف خفض نفقات الصيانة وتقليل معدلات الإطماء وإنشاء محطة جديدة خلف الحاجز الغربي. وفي إطار اهتمام الدولة بتنفيذ الممرات اللوجستية المتكاملة والموانئ الجافة، قامت الدولة بإنشاء ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان. ويخدم الميناء المناطق الصناعية بمصر، حيث يتصل بشبكة سكة حديد مصر، وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء حوالي 720 حاوية في اليوم. ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية، وقد تحصل على جائزة IG Global كأفضل مشروع ببرنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوفر الميناء 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. كما حرصت الدولة على الاهتمام بالموانئ البرية، حيث تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا وفق أحدث النظم العالمية. وسيساهم هذا الميناء في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع دولة ليبيا الشقيقة. جهد فائق ما كان ليتم على هذا النحو المثالي دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية أبت إلا أن تلبي تطلعات الشعب المصري في تحسين منظومة النقل ووضع اسم مصر على خريطة التجارة العالمية عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتعزيز النمو الاقتصادي للوطن. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب زيارة سيادته لمحافظة الإسكندرية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية من قاطني مشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه. المؤسسة الحقيقة وضحت في بيان رسمي ليها أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، سعياً لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج للاكتفاء والإنتاج. نروح لموضوع تاني، مجموعة من الأخبار طبعاً اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء وصل مدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رصد جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات. معنا كمان قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت ندوة تثقيفية في محافظة شمال سيناء،
والأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. تفاصيل أكثر هنشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار والأحداث حصلت امبارح، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصل لمدينة سان بطرسبرغ الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وبيترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وسبق للوفد أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعقبها مؤتمر صحفي مشترك. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء نشر على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات خاصة من الدول العربية في ظل تفاقم الأزمات السياسية الإقليمية والدولية. ولفت المركز أن مصر بتتبع نهج مختلف وفريد عالمياً في التعامل مع قضايا اللاجئين على أراضيها، وأن مصر لا تسمح بإقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، وده مقارنة بالدول الأخرى خصوصاً الواقعة بجانب مناطق الصراعات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية في محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحضور محافظ شمال سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري وعدد من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء. شهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الارتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب المصري العظيم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادي يونسكو بناة المستقبل، واللي بيجي في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة. دلوقتي مع جولتنا في المحافظات المصرية، ومعنا تركيب مشايات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتوصيل مجانا للشواطئ بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ. كمان بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بالمستشفى التخصصي في محافظة البحيرة. كمان بدء إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة في ملاوي في المنيا. أما مستشفى بئر العبد فاستقبلت 21 طبيب من 4 جامعات في محافظة شمال سيناء. محافظة سوهاج هي كمان ودعت أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء المناسك وسط فرحة كبيرة، وأخبار تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مدينة بلطيم شهدت بدء تركيب وتنظيف مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ، واللي بتساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول لها، وهيتم تركيب مشايات في كل الشواطئ تباعاً، بالإضافة لتجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالشاطئ بكل سهولة. مديرية الصحة في محافظة البحيرة أكدت أنه تم البدء في تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال اللي بتعد من الوحدات الأوائل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وزاد ترتيب سابق بالنسبة للجامعات، وفي إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز. كمان في محافظة المنيا تم البدء في إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملاوي جنوب المحافظة لتخفيف الضغط المروري وتقليل الزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية بالمدينة خاصة في أوقات الذروة، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة. مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء استقبلت 21 طبيب من 4 جامعات لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمرضى اللي بيترددوا على المستشفى من جميع أنحاء المحافظة. وشهدت محافظة سوهاج توديع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج السنة دي وسط فرحة كبيرة من الحجاج والمودعين، وتم التأكد من اتباع كل التعليمات المنظمة لمناسك الحج.
وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر أكد أن نشاط القافلة الطبية التابعة لجامعة الأزهر الشريف بمدينة راس غارب شملت مجموعة من التخصصات من أساتذة جامعة الأزهر في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن، البطنة وأمراض الكلى، الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، العظام، بالإضافة لجراحة المخ والأعصاب. وأجرت القافلة الكشف الطبي على 1511 مواطن. مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد أعلنت استعدادها استقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطن البسيط، وهيكون سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه. الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة للتبرع بالدم في محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وانطلقت المبادرة تحت شعار نحن نعيش لأنك تعطي، تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة. وده داخل منشآت فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء بهدف نشر الوعي والتحفيز على التبرع التطوعي والشرفي بالدم، لأنه الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم الآمن. نجحت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 34245 سيدة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اللي بتنفذها وزارة الصحة والسكان تحت شعار حقك تنظمي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في انخفاض طفيف درجات الحراره، فطمنينا كده عن حاله الطقس. بالفعل في تراجع لدرجات الحراره عن الامس، لان احنا بالامس كنا بنشهد ارتفاع في درجات الحراره وكتل هوائيه صحراويه، لكن اليوم الكتل الهوائيه معظمها هتبقى كتل هوائيه شماليه قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فيحصل انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، ودي تعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الجنوبية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، هيكون ملحوظ اكتر في ساعات الليل المتاخره وساعات الصباح الباكر، وهنحس اكتر بالاجواء المعتدله في اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ان تتكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه او القريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مدن القناه وسواحلنا الشماليه الشرقيه. بالاضافه كمان ان نشاط الرياح هيكون نشاط رياح نسبي في بعض المناطق الموجوده في الجمهوريه، غير مثير لاي رمال وأدبة، فقط نشاط الرياح ده هيخلينا نحس باعتدال الاجواء. وان شاء الله على مدار هذا الاسبوع كله هيحصل اعتدال في الاجواء على اغلب المناطق، ما فيش اي تقلبات جويه. يمكن كمان مع غدا هنلاقي في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، لكن مجملها غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. لكن هنلاحظ ايضا ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، لان الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط محمله صحيح. لسه كنت هسال حضرتك عن الرطوبه، لان انا حاسه ان الجو معتدل، فلما كده بيكون الرطوبه قليله شويه. هي نسب الرطوبه هتبدا ترتفع تدريجيا، وهنلاحظ ان في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، فدايما هنلاحظ ان درجات الحراره اللي احنا هنحسها مختلفه عن درجات الحراره اللي احنا دايما بننقصها في الظل متوقعة في نشراتنا. فمهم جدا ناخد بالنا فقط من التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان ده هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. فبقدر الامكان وانا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. أكيد. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل اذا الميه تبقى موجوده فيه على مدار اليوم، وكمان نرتدي ملابس فتحت خفيفه شويه. بالفعل
بالفعل. أنا بشكر حضرتك على المتابعة اليومية معانا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 34 الصغرى 22، العاصمة الإدارية 34 23، إسكندرية 28 20، العالمين الجديدة 27 21، مطروح 27 20، دمياط 28 23، بورسعيد 28 21، الإسماعيلية 35 22، السويس 34 24، العريش 29 22، كاترين 32 14، طابة 32 24، حلايب 35 28، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 38 27، الفيوم 36 25، بني سويف 36 24، الوادي الجديد 41 23، أسيوط 37 25، سوهاج 40 28، قنا 43 30، الأقصر 45 31، وأخيرا أسوان 45 31. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن الجو هيكون فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والجو بالليل هيكون لطيف على كافة الأنحاء. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين. شكرا لك. خلونا دلوقتي نروح مع بعض للأخبار اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة. والنهاردة في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وكمان طلاب الثانوية العامة هيأدوا امتحان العربي كأول مادة مضافة للمجموع، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع بعض في السياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، بيعقبها جلسة مباحثات ثنائية ثم مؤتمر صحفي مشترك. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، وأكدت وزارة التربية والتعليم إن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أي أن 70% من الأسئلة هتكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة. النهاردة هيبدأ التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائي الخفيف، وهيستمر التقديم على الوظائف لحد يوم 13/7/2023، وده عن طريق التوجه لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس، مجمع رمسيس، كومبلكس بوابة 4، وتقديمها باليد اعتباراً من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2:30 الظهر مع مراعاة الأجازات الرسمية. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك بعد صلاة المغرب. الحقيقة إن كنوز مصر التراثية مش بس مباني وأثار وحرف، لكن كمان وثائق متوارثة من مئات السنين محفوظة في دار الكتب والوثائق. في الحقيقة من كام يوم تم الإعلان عن تعاون مهم بين وزارتي الاتصالات والثقافة، ده لإطلاق منصة كنوز مصر الرقمية. فإيه هي حكاية المنصة دي وإيه أهميتها؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي من الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير أستاذ حسن، صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير على الشعب المصري كله، ويوم جميل إن شاء الله. أهلا بيك يا فندم. يعني خلينا في البداية نتعرف على يعني إيه هي منصة مصر الرقمية وأهم أهدافها وليه أصلا تم إطلاقها؟ الحقيقة عشان نبسط المسألة، هي المنصة هي أشبه ما تكون إلى حد ما بموقع أساسي وبتتفرع منه مواقع. هذا الموقع إن شاء الله هتتاح عليه يعني تراث مصر، ولما بنتكلم عن تراث مصر لازم نذكر ونتذكر أن مصر غنية بتراث ثقافي يعني يضرب بعمق التاريخ. ثروة قومية يا فندم. هذا التراث مسجل على مواد مختلفة، منها الورق، رق الغزال، مواد مسموعة مرئية وما إلى هذا. الغرض الرئيسي من المنصة هو الحفظ رقم واحد والإتاحة رقم اثنين. يعني إيه الحفظ؟ الحفظ الهارد كوبي أو النسخ الأصلية من هذا التراث، وده عمل قائم مش بس في دار الكتب والوثائق القومية لكن في قطاعات وهيئات وزارة الثقافة المختلفة. الهدف الثاني وهو الإتاحة هي وصول هذا المنتج الثقافي أو المساعدة على وصول هذا المنتج الثقافي
لكافة أفراد الشعب المصري، وهذا ما تسعى له وزارة الثقافة على رأسها ومتبنية هذه الفكرة تماما مع الوزيرة المجتهدة دكتورة نفيد الكيلاني، يعني رجاء وأملا في الوصول لما يسمى بالعدالة الثقافية، أن تصل الثقافة إلى كافة الشعب في كافة ربوع مصر، وده حق بيعفله الدستور لشعب المصري كافة. ده عظيم جدا. ايه اللي هيكون موجود بقى على هذه المنصه؟ هيكون في وثائق، هيكون في كتب، هيكون في رسومات، ايه تاني ممكن يكون موجود؟ الحقيقه ان في اكتر من هيئه وجهه داخل وزاره الثقافه بيشملها هذا البروتوكول الموقع بالفعل بين وزارتي الثقافه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان الهدف من اللقاء اللي حضراتكم اشرتوا ليه في المقدمه هو تنشيط هذا البروتوكول وتفعيله وتدبير الموارد اللازمه لتنفيذه. على سبيل المثال الهيئة اللي أنا بأمثلها وأشرف برئاسيتها الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية هي بتنقسم إلى شقين، عندنا دار الوثائق، ودي فرصة إن احنا نعرف الناس يعني إيه دار الكتب والوثائق القومية وأهميتها. دار الكتب والوثائق هي عبارة عن جزئين رئيسيين أو مكونين رئيسيين، الجزء الأولاني اللي هو دار الوثائق اللي هي ذاكرة مصر ووثائقها عبر التاريخ من قرون والمسجلة في وثائق سواء على الرق أو على الورق أو حتى عندنا وثائق سمعية وبصرية، ودي هي ذاكرة الدولة، الأرشيف الوطني لمصر، ومصر طبعا غنية ويعني مسعدة بتراثها. الشق الثاني من دار الوثائق من دار الكتب اللي هو دار الكتب ذاتها بقى، دار الكتب هي المكتبة الوطنية، هي ذاكرة مصر الثقافية، كل ما أنتج في مصر من إنتاج ثقافي مكتوب بشكل رئيسي، كتب مؤلفات مودعة، والقانون بيكفل ده، وإن كان في بعض الناس بتزعل مننا لما بنقعد نركز ونقول لازم تسلمونا نسخ من الكتب اللي بتاخدوا أرقام إلها من عندنا علشان بنحفظ ده مش للأجيال الموجودة حاليا ولكن للأجيال القادمة زمان كمان زي ما عادت دار الكتب. طيب إيه علاقة ده بقى بالمنصة منصة تراث مصر الرقمية؟ دار الكتب ستتيح مجموعة من الوثائق ومجموعة من الكتب وفق ضوابط محددة. يعني إيه وفق ضوابط محددة؟ فكرة الإتاحة التامة دي مش موجودة في العالم كله، حتى لا يعتقد البعض أننا سنفتح الباب على مصراعيه يعني لإتاحة كل ما لدينا من وثائق ومن كتب، ده ما بيحصلش في العالم بكل مثقفينا وعلمائنا عارفين ده. طب خليني أسأل حضرتك، هل هيكون في زي لينكس مثلا تدخلني على مثلا حاجة زي مكتبة الإسكندرية وما يوجد فيها برديات مثلا لو عايزة أشوف شكلها أنا كحد يعني هكون هدخل على هذا الموقع عايزة أشوف شكلها كان عامل إزاي، هل الحاجات دي كانت موجودة أو الأفكار دي مطروحة؟ سؤال حضرتك جميل جدا وبيصب في صلب الموضوع. شكرا. فعلا مكتبة الإسكندرية مؤسسة مصرية يعني عريقة وهي نموذج احتذى في الرقمنة والإتاحة، احنا بنشتغل بالتوازي على نفس الفكرة. حضرتك أي باحث أو مثقف هيبقى إن شاء الله من السهل ليه مبدئيا البحث فيتعرف إذا كان العنوان اللي هو محتاجه أو الموضوع اللي هو بيشتغل عليه متاح ليه منتج عندنا في دار الكتب والوثائق ولا لا، وهل هذا متاح اونلاين ولا غير متاح، وهل متاح مجاني ولا في سبسكرايب او اي بي هيدفع لدون. والجزء الثاني ان هو يستطيع ان يعني بعد ما عرف ان كان موجود ولا يقدر يزور الدار ويطلع على الهارد كوبي او النسخ الاصليه من الوثيقه او المخطوط او الكتاب اللي هو عايز يطلع عليه. الحقيقه طبعا في جهات كتير مشتركه من الوزاره في هذه المنصه، يعني منها على سبيل المثال الهيئه المصريه العامه للكتاب، وده تم بالفعل رقمنة ما يقرب من 8400 كتاب و625 مجلة وتسليم. الميزة بقى في الحفظ ايه اذا سمحتوا لي يعني افسر؟ اتفضل. رسالة رئيسية من رسائل وزارة الثقافة ووزارة الكتب والوثائق القومية هي حفظ ما يدخل اليها من تراث سواء وثائق او كتب. الحفظ ده حفظ النسخة الأصلية بالإضافة إلى رقمنتها، الرقمنة هي لغة العصر. هي حفظ بشكل مستقبلي، حفظ الحالي وإتاحته مستقبليا، وبالتالي بنبقى بنحافظ على النسخة الأصلية من الوثيقة أو الكتاب وفي نفس الوقت رقمنته وإتاحته. والحقيقة إن ده طبعا بيتماشى تماما مع سياسة الحكومة ومع رؤية مصر 2030 التي وضعها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو نوع من التكامل في العمل ما بين وزارات مصر المختلفة. هنا النموذج بتاعنا تكامل بين عمل وزارة الثقافة وبين عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والحقيقه فرصه ان انا اشكرهم برضو ان هم يعني معالي الوزير عمرو طلعت ورجاله يعني بيعملوا معانا بجد واجتهاد، ورحبوا جدا بمزيد من العمل مع وزاره الثقافه. عظيم جدا، الفكره في حد ذاتها جميله، واحنا في انتظار طبعا ان هي تخرج للنور. لكن عايز اتكلم في نقطه تانية، هل واحنا بنخطط في البدايه، احنا لسه طبعا دلوقتي ده بروتوكول تعاون فلسه هنقطع اشواط فيه خلال الفتره اللي جايه، هل مركزين على انه يكون في محتوى متنوع من الكتب اللي يتم توثيقها خلال الفتره القادمه، يكون في تركيز حتى على فئه الشباب؟ حقيقي برضو سؤال في منتهى الروعه. المشروع بالفعل شغال، يعني انا مش عايز يعني 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 ادخل في التفاصيل كتير يعني، لكن زي ما قلت ضربت مثال بالهيئه المصريه العامه للكتاب ال 8400 اللي اترقمنوا. كمان عندنا اكاديميه الفنون، يعني تم رقمنه ما يقرب من 110 كتاب و17 عدد من مجله الفن المعاصر، حوالي 489 صورة فوتوغرافية، 17000 رسالة علمية. عندنا في دار الكتب والوثائق تم استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقم، يعني زي ما قلنا انه احنا بنتكلم انه الوثائق دي في الحقيقة كنوز مصر، فاحنا يعني مهتمين جدا بهذا التعاون، وحابين ان احنا نتابع طبعا اللي هيحصل فيه وانه يطلع للنور في اسرع وقت ممكن، لانه زي ما اتكلمنا هذه الوثائق متوارثة من مئات السنين، فمهم جدا رقمنتها النهارده عشان الباحثين والمتخصصين وكمان حتى الاجانب اللي حابين يعرفوا اكتر عن تراث مصر يقدروا يبقى عندهم زي ما بيقولوا كده اكسس اسهل لهذه الوثائق. كل الشكر ليك دكتور اسامه طلعت رئيس دار الكتب والوثائق. دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في مدينة سان بطرسبرغ الروسية وبحضور وزيري الخارجية سامح شكري. وألقى مدبولي كلمة مصر خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جادة. تستأنف اليوم 4 جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي خلال الجلسة اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي وأهم المعوقات التي تواجهه، وأيضا تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة متطلبات حرية البحث العلمي والتفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج. هذا ومن المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء المقبل 4 جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من اليوم. وأضافت الرياض وواشنطن في البيان أن الطرفين سوف يمتنعان خلال الهدنة عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، وكذا الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى العاصمة الصينية بكين وسط فتور بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد تأجيل الزيارة في فبراير الماضي بسبب تحليق ما يشتبه به بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي. وسيكون بلينكين أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.
استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود فرصة لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود في مياه تسيطر عليها روسيا. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، متوقعا ألا تكون هناك فرصة لتمديد الاتفاق. أصيب 12 شرطيا في فرنسا خلال اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي، حيث تحول احتجاج على مشروع لمد خط القطارات فائقة السرعة في جبال الألب إلى أعمال عنف. وتجمع نحو 2000 متظاهر في مورينا فالي للاعتراض على إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينة ليون الفرنسية وتورين الإيطالية. ومن جانبه قال رئيس منطقة سافوي فرانسوا رافيير إن المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة، مما دفع الشرطة للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وهو ما تسبب في إصابة أحد المحتجين. أعلنت السلطات في ولاية ريو جراند دو سول بجنوب البرازيل أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة. وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن عاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، مضيفة أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عدد المفقودين. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. دايما بيكون في ناس عندها مشكلة في شرب المية. المشكلة بتكمن في ان احنا بننسى نشرب مية. يعني احنا عندنا مثلا فصل الشتاء ده تقريبا ما بنشربش فيه مية خالص. الصيف احنا مش متعودين بقى خلاص ان احنا نشرب ميه، فبالتالي مثلا ممكن نشرب اي حاجه من المياه الغازيه، نشرب عصاير، لكن شرب الميه تحديدا بيبقى يعني مش مهتمين بيه قد كده. لكنه من الحاجات الاساسيه جدا في حياتنا اليوميه، خصوصا في فصل الصيف. وللاسف في ناس كتيره جدا ممكن تكون مهمله في شرب الميه، خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره اللي كل يوم والتاني بتزيد. ده يمكن هيخلينا نجاوب على مجموعه كبيره جدا من الاسئله المهمه، اهميه شرب الميه بس في فصل الصيف. يعني حقيقي ليه شرب الميه مهم في فصل الصيف، وليه الحرص على شرب كميات كبيره من الميه في فصل الصيف ممكن يكون بيمنع عنا يمكن امراض خطيره احنا ما نعرفهاش؟ طب هل ممكن احنا نبدل الميه دي بمثلا شرب عصير او شرب مياه غازيه زي ما كان شاذلي بيقول؟ شرب المياه بكميات كبيره ممكن يساعدنا على ان احنا نفقد وزننا، اهتمام بشرب الميه ممكن ينشط الذاكره، يحسن من ملمس البشره عند السيدات، وده يمكن حاجه بنهتم بيها كلنا. دي اسئله كتيره قوي هنجاوب عليها النهارده مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دكتوره ريهام صفوت استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم. صباح الخير. ليه بننسى نشرب ميه يعني في فصل الصيف؟ ليه بنهمل شرب الميه؟ يعني انا مثلا واحده من الناس ساعات كتيرة اشرب الحاجات اللي هي اللاتيه الساقع، مش عارفه ايه الحاجات دي، بس ما يجيش في بالي اشرب ميه. ليه بنهمل الميه؟ الحقيقه انه هي عاده، يعني احنا لو عودنا نفسنا على شرب الميه هتلاقي نفسك بداتي تعطشي وبداتي انك انت بتطلبي الميه اكتر واكتر. لكن احنا طول ما احنا بعيد عن العاده دي هتلاقي خلاص جسمنا اتعود انه ما فيهوش ميه، بس المشكله في العواقب اللي هتحصل نتيجه نسيان شرب الميه خصوصا في فصل الصيف. خلينا نتكلم الاول ايه فوائد الميه. يعني احنا جسمنا 60% منه ميه، يبقى اذا ده بيبين اهميه قد ايه انا محتاجه ان انا يبقى في جسمي ميه طول الوقت عشان احافظ على النسبه دي. طيب النسبه دي فين موجوده؟ فين موجوده؟ في القلب، موجوده في الرئه، موجوده في الجلد، موجوده في الشعر، موجوده في المخ، موجوده في العضلات، موجوده، يبقى موجوده في جميع خلايا جسمي بصوره كبيره جدا، او هي اساس تقريبا كل الخلايا بتاعه جسمي. طيب انا لو ما شربتش ميه وانا بعرق، انا بعرق في العادي، احنا في ميه بتخرج من جسمنا لانه احنا الجسم بيحافظ على درجه حرارته طول الوقت، فالحفاظ على درجه حراره الجسم ده
او العمليات الحيويه كمان اللي بيقوم بيها الجسم ده بيخلينا نفقد ميه من جسمنا، يبقى لازم نعوضها. طيب احنا لو ما عوضناش ده هيحصل ايه؟ هيحصل خلل. خلل في ايه؟ خلل في المعادن بتاعه الجسم كمان، او اللي هي الالكترولايتس، العرق اللي بيطلع او الميه اللي احنا بنفقدها عن طريق الاخراج، عمليات الاخراج مثلا. كل الكلام ده بيخلينا نفقد املاح مهمه من جسمنا، وبالتالي فقدان الاملاح دي بدون تعويضها هيؤدي الى مشاكل صحيه كبيره جدا. طب نتكلم عن فوائد الميه. نمره واحد طبعا في الفم، ده بيحمينا من تسوس الاسنان وبيحافظ على صحه الفم. اول مره اعرف المعلومات دي. طبعا، لانه انا ده بيحمي من الجير او تكون الجير على الاسنان، فده هيساعد على انه دايما سناني تبقى بصحه جيده. نمره اتنين هتلاقي انه الشعر زي ما قلنا بيحمي من التقصف، بيحافظ على الزيوت بتاعه الشعر. بالنسبه للجلد اللي بيطلع له التجاعيد، انا اعرفه ان فايده الميه او الاكل عامه بتروح للجلد والشعر اخر حاجه بعد ما تبقى غذت كل الاعضاء. لازم الجسم ياخد طبعا كل كفايته وبعدين بيروح للجلد والشعر. زائد ان الجلد والشعر طبعا محتاجين بروتين ومحتاجين حديد ومحتاجين كالسيوم، يعني في حاجات تانية كتير. الجلد مثلا الناس اللي هي بيطلع لها بدا يطلع لها تجاعيد خفيفه او كده، على فكره ممكن تكون التجاعيد دي مش تقدم سن، ده ممكن يكون بس مجرد الجفاف بتاع الجلد. طيب نيجي نتكلم على الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مهم جدا الميه ليه، لانه انا لو ما خدتش كفايتي من الميه انا هعاني من الامساك. وبالتالي الناس اللي بتيجي مثلا العيادات وتقول انا ما بخسش بسهوله، انا الاسبوع ده ما خستش، انا هتلاقي ان مشكلته انه عنده امساك مزمن. طيب اديني ملينات يا دكتوره. انا مش هدي ملينات، لازم الاول نصلح اسلوب الحياه اللي احنا ماشيين بيه. يعني اول حاجه نشرب ميه كويس، تاني حاجه إيه مثلا؟ نتحرك بطريقه بسيطه جدا. لو وزنك 70 تقسم على 7 يبقى 10 كوبايات. لو وزني 70 يعني احنا هنقسم على 7 الوزن فيطلع لك عدد الكوبايات. وزني 80 اقسم على 8 يبقى 7 كله 7 ايوه كله 7. وزني 90 اقسم على 9 وزن، يبقى اذا انا محتاجه تقريبا لترين في اليوم ميه. طيب ايه اللي بيختلف على مدار اليوم؟ طيب ولا ممكن اخلص اللترين بتوعي دلوقتي وانا قاعد وانا فاكر؟ خلي بالك انه انا لما بشرب لتر ونص مره واحده انا الجسم بياخد حاجته وحاجه الخلايا بتاعته وبيتخلص من الباقي، فبفضل طول اليوم بقيه اليوم في الحمام. وده اللي بيحصل في رمضان، الناس اللي هي بتشرب كميه ميه كبيره قوي وقت السحور وتلاقي طول اليوم بقى هي في الحمام وعطشانه. طب استفادت بقى ولا ما استفادتش من الميه؟ انا لازم اوزع الميه بتاعتي على مدار اليوم علشان الخلايا بتاعتي تستفيد منها. اذا انا الموضوع الميه ده لازم يكون اسلوب حياه. يعني بص انا بقول لك اسلوب حياتنا ان احنا هناخد 2 لتر في المتوسط مثلا ميه في اليوم. ال 2 لتر دول لازم يكونوا متوزعين. طب في حالات خاصه بقى، في واحد بيلعب رياضه، اللي بيلعب رياضة ده وخصوصا في الحر أو في أجواء صعبة أو بيلعب رياضة أكتر من 2 ساعة و4، طب ما هو ده بيفقد ده يقسم على 9 ده ولا 10؟ لا ده ليها حسابات بقى أخرى. لأنك لازم بتشوفي اللاعب ده وزنه قبل التمرين إيه وبعد التمرين إيه، وبتعوضي الفاقد من المية ده. ولو تمرينه أكتر من 1.5 ساعة بتبدأي تعوضي له، مش بس مشروب رياضي، بتدي له بقى حاجات مشروبات رياضية عصاية. اللي هي لا مش عصاية، مشروبات رياضية اللي هي تعوض الأملاح كمان اللي فقدها. يبقى أنا بدي حاجات زي مثلا محلول معالجة الجفاف، فيه طبعا مشروب رياضي، في حاجات ممكن تتعمل في البيت، البرتقال متخفف ويتحط عليه ملح بحيث أن أنا أديله الصوديوم اللي هو فقده. يبقى إذا أنا الرياضي غير الشخص العادي، احتياجاته غير الشخص العادي. وفي المتوسط هنقول أن هو محتاج لكل 2 ساعة من التمرين كل ربع ساعة يشرب ربع لتر، يعني هيشرب 2 لتر، حوالي من 1.5 لتر لترين اثناء التمرين بتاعه. طيب الست اللي بترضع، طب ممكن بس واحنا في الرياضيين بشوف ناس كتيره في الجيم دايما متعودين وهم بيتمرنوا يشربوا ميه كتير، ده مظبوط. وفي ناس ما بتشربش خالص بعد ما تخلص تشرب. هل في مشكله؟ هل لازم وسط التمرين ان انا اكون بشرب ميه؟ ده هيبقى افضل كتير وده هيحسن من ادائه بصوره. لا بس انا واحده من الناس بطني بتقلب فما اقدرش. يعني ما احنا بنتكلم برضو على انه انا لو بتمرن على حسب التمرينه بتاعتي، انا بتمرن اكتر من 1.5 ساعة يبقى انا لازم ابدل الميه بمشروب رياضي. طب المشروب الرياضي بحطه جنبي كل شويه باخد بق منه، زي ما بتشوفي مثلا لعيبه وهي بتلعب تنس مثلا، وهي صح. دايما بيبقى جنبهم المشروب الرياضي في اي وقت هم عندهم
بريك هم بياخدوا على طول المية او بياخدوا المشروب الرياضي بتاعهم. اولا هو بيمدهم بالجلوكوز لان هو فيه نسبه جلوكوز فهو بيمدهم بالجلوكوز. اما اللاعب بيفقد جلوكوز من جسمه مش عن طريق العرق بقى، عن طريق اللعب وعن طريق الطاقه اللي هو بيستخدمها. فلما بيجي يفقد الجلوكوز ده من جسمه بيبتدي اداؤه يقل، فتلاقي نص التمرين الاولاني غير نص التمرين الثاني. طيب انا مش رياضي ينفع اشرب المشروب الرياضي ده؟ لا طب هشربه ليه الا اذا كنت انا في اجواء حاره جدا مثلا، الناس اللي ممكن الناس اللي مثلا اللي هي بتحج، الناس اللي هي مثلا بتمشي فترات طويله في الشمس، الناس اللي هي مثلا يعني بتعمل مجهود كبير، انا بعرق وانا محتاج ان انا اخد حاجه تعوض ده. لكن انا شخص عادي انا مش محتاج ان انا اشرب مشروب رياضي، كفايه عليا الميه هتبقى انف جدا. طيب لو اتكلمنا على مثلا الخسسان والفقدان الوزن والكلام ده، هل الميه بتساعد ان انا افقد وزن؟ كل العمليات الحيويه اللي في جسمنا بتعتمد على الميه، وبالتالي انا لو عندي نقص في الميه او عندي ديهايدريشن او عندي جفاف ده هياثر اكيد على فقدان الوزن بتاعي. كمان زي ما قلنا نقطه الامساك، لو في امساك ده هياثر برضو على نزول الوزن بتاعي. يبقى اذا انا محتاجه دايما ان انا جسمي يبقى فيه كميه ميه كفايه خصوصا في فتره الدايت. كمان بتعمل ايه الميه؟ بتحسس بالشبع، يعني انا لو خدت كوبايه ميه قبل الوجبه بتاعتي بطني هتتملي، هحس ان انا الوجبه بتاعتي مكفياني وجميله جدا. لو انا جيت مثلا بعد الاكل بساعه مثلا خدت كوبايه ميه، ساعات بيبقى المخ الاشارات بالنسبه له مش عارف يفرق بين الجوع والعطش، فانا دايما لما احس بالجوع وانا عامل دايت مثلا احاول اجرب ان انا اشرب كوبايه ميه واشوف كده تاثيرها ايه عليا. كمان الميه دي انا لو ضفت لها نعناع، ضفت لها ليمون، ضفت لها ميه ورد، خطيره بالظبط، دي فظيعه، ضفت لها خيار، عملتها، كل الكلام ده هيحببك في الميه وهيخلي ليها طعم وهيخلي لا دي كمان فوائدها يا دكتور كبيرة. انه بتخلي اي حد بيعاني مثلا من الامساك يعني دي حاجه بتعالج طبعاً. على طول فوائدها كبيره جدا للجسم وجود النعناع بيخلص كمان من السموم بتاعه الجسم وبيساعدك على انك تشرب كميه اكبر لانه طعمها كويس يعني ليها طعم يعني. طيب كنت بتتكلمي دلوقتي تقولي بعد الاكل بساعه، هل في توقيتات معينه بالنسبه لشرب الميه؟ لا. سواء قبل الاكل، في نص الاكل، بعد الاكل او كده؟ يعني يفضل ان انا قبل الاكل مثلا علشان اخد كوبايه ميه تملى معدتي وبعدها بشويه اكل، لكن في نص الاكل ده ممكن يعمل عسر هضم او ممكن يعني الهضم ما يبقاش كويس قوي او يحصل انتفاخ مثلا لفتره صغيره بعد الاكل، فيفضل انه يكون يا قبل الاكل يا بعد الاكل بشويه. طيب ما يبقاش مباشره تانية. ماشي. في ناس بتعوض الميه بشرب مثلا عصاير، شرب نسكافيه، قهوه، كل الحاجات دي فيها ميه. ايوه. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لانه الميه هي الميه، البلين ووتر طريقة الهضم بتاعتها وامتصاصها ده حاجة سريعة جدا، بتوصل للدم بسرعة جدا، غير لما يكون مضاف ليها كافيين، مضاف ليها دهون، مضاف ليها سكر. يعني العصاير دي سعرات عالية جدا، انا هفضل ابدل الشرب بتاعي. في ناس مثلا اكيد ناس كتير من اللي سمعنا دلوقتي عارفين ان هم مبدلين مية بمشروبات غازية مثلا، طب انت عارف الضرر اللي هيحصل؟ لكن الميه لا ملهاش ضرر، بالعكس الميه هتفيدني، وكل ما هشرب ميه كويس كل ما ده هيساعد على انه وظائف الجسم كلها، الكلى والكبد والمخ والتركيز اعلى وكل الكلام ده انا هستفيد منه. لكن الافراط بقى في الكافيين، الافراط في السكريات، ده كله هيؤدي الى مشاكل صحيه تانيه. طيب ليه دايما بيخوفونا من فكره ان انا اشرب ميه نص الاكل؟ لا هي مش فكرة ان انا ممكن اشرب مية في اي وقت، بس هي ممكن ده يساعد يعني يبقى في عسر هضم شوية او الاكل بتاعي يفضل في معدتي فترة اطول او يحسسني بالامتلاء، او ممكن كمان الناس اللي هي بيجي لها ارتجاع ده يتعبهم، فاحنا بنفضل ان المية تبقى بعد الاكل بشوية او قبل الاكل. هل فعلا بتحسن الحاله المزاجيه شرب الميه؟ ده اكيد، لان في دراسات بتقول كده بس انا متاكد منك. ده طبعا لانه ده بتحسن وظائف الناقلات العصبيه اللي في المخ وبتساعد على التركيز وبالتالي بتحسن جدا الحاله المزاجيه. بالعكس بقى تعالى بقى نتكلم على الجفاف. يعني احنا لما بيحصل جفاف هتلاقي انه في صداع، هتلاقي في دوخه، هتلاقي دايما في احساس انه انت عايز تنام، ما عندكش طاقه، هتلاقي انه طبعا الضغط الدم ممكن يقل، حاله الكلى طبعا ممكن تتاثر. فاحنا الجفاف ده ممكن يبدا من اول الصداع والكرامب، يحصل شد عضلي لحد ما يحصل لا قدر الله كوما او وفاه.
يعني احنا لازم نخلي بالنا برضو من يعني قلة المية في الجسم قد تؤدي الى الوفاة. قد تؤدي الى الوفاة طبعا. اذا انا تمديت وبعدين في ناس مثلا بيجي لها جفاف ما بتشربش ميه كفايه وكمان مثلا بتاخد ادويه زي مثلا حاجات الادويه بتاعت بعد شر عن كل يعني الكانسر والادويه دي، فده ممكن يسبب جفاف شديد جدا، ممكن يؤدي الى مشاكل وعواقب صحيه سيئه جدا. فكبار السن لازم برضو نشرب ميه كويس، الرضع الحوامل لازم يشربوا ميه كويس اعلى من النسب الطبيعيه بالنسبه للشخص العادي. طيب كل ما بيستضيفوا نجمه كده سواء هنا او بره او اي حاجه يقولوا لها انت ايه سر انك ما بتكبريش ودايما شباب، تقول لك انا بلعب رياضه وبشرب ميه كتير. دي حقيقه. هل فعلا الميه ممكن تساعد؟ انه طبعا اكيد في عوامل تانية بتساعد، لكن طبعا. هل فعلا الميه تخلي الانسان شكله يبقى اصغر؟ اكيد شكله يبقى اصغر، لانه هي بتحفز الكولاجين، بتساعد على امتصاص فيتامينات كتير جدا في الجسم، فده بيساعد على انه الشكل يبقى اصغر، او يبقى هو مش اصغر بس كمان هو شكله صحي، هو ده الاهم. فزي ما قلنا هي بتساعد على ان التجاعيد تبقى قليله، نمره 2 الفيتامينز بتمتص بشكل افضل واصح، صحة الجهاز الهضمي بينعكس على كل حاجة في الجسم، وبالتالي أنا لو حافظت على صحة الجهاز الهضمي بتاعي وحافظت على البكتيريا النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي بتاعي، ده هينعكس على الشكل وبالتالي هيبان أصغر وأحسن بكتير. هل في أعراض ممكن تظهر على الشخص فبتؤكد أنه هو بالفعل عنده كفاف، هو يقدر يفهم حاجة زي دي أو محتاج أنه يشرب مية؟ طبعا أكيد. إحنا زي ما قلنا الصداع، المسل كرامبس، خصوصا الناس اللي هي بتتحرك كتير أو بتعمل رياضة أو كده. نيجي نشوف بقى الجفاف بتاع الفم، يبدأ يحصل صداع، زغللة، كل ما يعني زادت الصداع والزغللة والحاجات دي ممكن يكون لها أسباب أخرى، لكن أقصد أن حاجة بتؤكد ممكن يكون ما هو بتؤكد جفاف الجلد، جفاف هو بيبقى عارف يعني يعني الناس برضو بتبقى خلاص عارفه ان هو جسمه ناقصه ميه. جفاف الجلد طبعا من الحاجات اللي في الصيف بتحصل لناس كتير قوي، نقعد نحط في كريمات ترطيب وكده، لكن هو في الاخر محتاج ان هو يشرب كميه الميه بتاعته بصوره منتظمه طول اليوم. دكتور سريعا جدا، الميه السخنه الصبح او الدافيه مهمه بتساعد على فقدان الوزن او لا؟ الميه بتتشرب بدرجه حراره الاوضه العاديه، ولا ساقع ولا سخن، يعني ما سخناش وحط عليها ليمون. هو في الاخر جسمك هيعادل درجه الحراره دي، فهتلاقي نفسك بتعرقي بعد ما شربتيها، فهو هي نفس النتيجه. احنا في الاخر مفيش حاجه سخنه بتنزل تفتت الدهون، احنا درجه الميه الطبيعيه في ايا كان درجه حرارتها الجسم بياخدها ويغير درجه حرارتها اكوردنج للجسم بتاعنا، وبالتالي احنا مش محتاجين نسخنها او نسقع. انا من الناس كمان يا دكتوره اللي مهمل جدا في موضوع شرب الميه، لكن يعني بفكر نفسي وبفكر حضراتكم، ازازه ميه كده جنبك وانت قاعد في الشغل وانت قاعد في البيت، جنبك ازازه الميه بتاعتها هتفكرك حتى ان انت تشرب، حتى لو مش عطشان. ممكن نحط ليمون وخيار ونعناع ونحبب لنفسنا الميه عشان ما نصعبش الدنيا على الناس. لا سهله سهله والله. يعني ما انت كده بقى يعني في ترتيبات وتحضيرات. والله دي احلى، انت يعني دي احلى وصفه، جربها ونجيب دكتور في حلقه ثانيه ونشوف تاثيرها. شوف النتيجه. نشوف النتيجه. نشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره ريهام صفوت، استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين، الف شكر ليك. شكرا ليك يا دكتور. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الرياضة بالتفصيل محليا وعالميا. المنتخب الأولمبي هيخوض مباراة ودية يوم 20 يونيو الجاري بالمغرب أمام الكونغو، وده استعدادا لبطولة أمم إفريقيا اللي هتنطلق في 24 من يونيو. برتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب الوطني كشف عن اختيار الدولي محمود حسن تريزيجيه قائدا للمنتخب اليوم في ودية جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يخطط لتجهيز لاعبه الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط وسط الفريق من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباريات الأهلي اللي جاية سواء بالدوري أو كأس مصر. المنتخب الوطني لناشئي الإسكواش توج ببطولة كأس الاتحاد الدولي لناشئي الإسكواش ده امبارح، والأقيمت بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري، وده بعد غياب البطولة لفترة دامت 12 عام.
منتخب غينيا الاستوائية تأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوتيفوار، وده بعد ما فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن الجولة الخامسة من التصفيات. منتخب جنوب إفريقيا حقق الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وحسم المنتخبان التأهل حيث احتل منتخب المغرب مركز الوصيف في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جنوب إفريقيا. منتخب زامبيا ضمن مقعده في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد فوزه على منتخب كوتيفوار بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023. نادي توتنهام الإنجليزي أعلن امبارح تعاقده مع اللاعب ديان كولوزوفسكي قادما من يوفنتوس الإيطالي بصفقة دائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع اللاعب السويدي بحسب بيان النادي على عقد لمدة 5 مواسم ليستمر حتى عام 2028 مع توتنهام. جمال موسيالا نجم وسط فريق بايرن ميونخ حصل على جائزة جديدة مع البافاري بعد انتهاء موسم 2022-2023 والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشازلي باسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الموضوع تاني ونتكلم عن طبعا الحوار الوطني اللي لسه مستمر، وبالاخص عن لجنه الشباب في الحوار الوطني واللي ناقشت خلال جلساتها اللي فاتت مجموعه من القضايا الخاصه بالشباب، بدايه من التحديات اللي بتواجه الانشطه والاتحادات الطلابيه في المدارس والجامعات، مرورا بمساله التمكين وانتهاء بملف الطلاب الدارسين بالخارج. عشان كده احنا معانا النهارده النائب الدكتور محمد عماره عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، واللي شارك في هذه الجلسات عشان نعرف منه اهميه محور دعم وتمكين الشباب واهم توصيات لجنه الشباب كمان في الحوار الوطني. سياده النائب صباح الخير عليك. صباح النور على حضرتك. صباح النور على حضرتك فندم. صباح النور على الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. مجلس الامناء الحقيقي في مناقشاته في البدايه كان عنده خطة وتوجه إلى عدم تقسيم فئات الجمهور سواء على حسب النوع أو على حسب الفئة العمرية أو كده، لكن كان في استثناء الحقيقي للشباب لما يمثله من أهمية في دورهم، طبعا يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة خلال المرحلة الحالية. والشباب عنده تساؤلات كتيرة، يعني إيه أهمية الحوار الوطني بالنسبة للشباب وما سيخرج عنه؟ هل سيحقق مطالب الشباب أم لا؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت، هي حتة الشباب مش فئة مستثناة، ولكن هي الطاقة الديناميكية اللي بتحرك الوطن، لأن حوالي قرابة 65% من الشعب المصري شباب. عندنا الجيل الجديد أو الجيل اللي هو دلوقتي مفروض بيعد بقى اللي هو يبتدي يستلم، جيل زد. فأنت النهاردة بتشرح الشباب المصري طبقا لاعمارهم، طبقا جيل زد ده اللي هو المواليد الفينات، بالظبط، من 98 فما فوق. فبالتالي انت كل جيل من ده ليه اهتمامات، جيل زد جيل واي، فانت التشريح ده مهم جدا على اساس تتعرف على القضايا، على اساس تتعرف على الاهتمامات، اهتمامات الجيل ده غير الجيل ده. طيب النهارده كمان عندي حته، اي امه شبابها مش معد كويس بتبقى امه خامله، وده يمكن احنا اللي شفناه كان في الاول خالص اللي ادى قبل كده ل 2011، لان كانت عندي شكل ديكوري، تمثيل الشباب بيبقى بشكل ديكوري، ما فيش اعداد. لكن احنا النهارده لو احنا جينا بنتكلم في عهد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو احنا جينا اتكلمنا على التمكين الحقيقي للشباب، وكان توجيه للسيد الرئيس ان الاهتمام بالشباب، تدريب الشباب، تاهيل الشباب، مؤتمرات الرئاسية اللي اتعملت خرج منها رحم توصيات كبيرة جدا، ولعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي أفتخر بالانتماء ليها كانت إحدى مخرجات مؤتمرات الرئاسية اللي تفضل السيد الرئيس برعايتها، وكان في منظر إحنا كنا أول مرة نشوفه، أنت تلاقي السلطة التنفيذية كلها بالكامل مع الخبراء، مع السيد رئيس الجمهورية بيبتدوا يناقشوا الموضوع ده، مشاكل بيبتدوا يناقشوا وبيخرجوا بتوصيات، بعد المناقشه في الاخر خالص بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي توصيات. طيب انا النهارده هنا في الحوار الوطني
عندي التحديات. اللجنة اللي احنا كنت تشرفت بحضورها استمرت 10 ساعات. يعني دي كان أدارها النائب أحمد فتحي، أدارها بحرفية جدا، وكان مع المقرر المساعد أستاذ زكي القاضي، وكان رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي. كانت النقاشات سرية جدا، كان الكلام كان عن الشباب وريادة الأعمال، إيه هي تعريف وضع تعريفات محددة لريادة الأعمال النهاردة، إيه الفرق ما بين رائد الأعمال وما بين رجل الأعمال، ده محتاج بيئة تشريعية عاملة إزاي وده محتاج بيئة تشريعية عاملة إزاي، هل البيئة التشريعية الموحدة تتناسب ما بينهم. طيب النهاردة أما طلع في خمسة سيد الرئيس قبلها بيوم الافتتاحات اللي احنا شفناها، وحضر بعد كده مؤتمر الشباب واتكلم على موضوع الحوار الوطني، وقال لك أي حاجة هتخرج من الحوار الوطني أنا هعمل إيه، هصدق عليه. فدي رسالة طمأنينة كانت من السيد الرئيس على وضمانة للشعب المصري كله، إن أي حاجة من الحوار الوطني إن شاء الله هيبقى ليها مسارين، مسار تنفيذي ضامن لي في خمس سيد الرئيس بنفسه، أو مسار تشريعي أو تعديل تشريعي، وده هيحال للبرلمان بغرفتين. طيب خليني أسأل حضرتك، إن حضرتك لسه بتقول دلوقتي إنه تم تشريح الفئات العمرية للشباب، اتكلمنا عن الفئة واي وزد والميلينيالز، خلينا نتكلم عن الفئة العمرية دي اللي هم مواليد 98 فيما فوق، محتاجين إيه الشباب دي؟ هل سمعنا لهم؟ هل تم تداول أفكار ليهم؟ محتاجين إيه هم؟ بص هقول لحضرتك على حاجة، يعني بحكم كمان أنا في أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري، اتناقشنا في الـ 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 الاهتمامات والتحديات اللي بتقابل الجيل ده. الجيل ده اولا جيل واعي جدا، جيل يعني سابق عصره بالنسبه احنا ما كنا في سنه، انفتاح رهيب على التكنولوجيا طبعا جدا. فبالتالي ده لازم معامله خاصه ووضع برامج خاصه. طب انا النهارده هو بمجرد الجيل ده في ناس منهم بتشتغل بالمناسبه، يعني في ناس كتير جدا ما تعرفش ان في طلبة عندها 15 و16 سنة بتشتغل، وممكن حتى بتبقى الموضوع انت شايفه اللي هو بسيط، بس هو اسمه شغل في الاخر، حتى لو هو بيعمل لعبة او بيعمل اكاونت على لعبة وبعد كده بيبيعه. يعني شوف وصل حتى في المصايف دلوقتي بقينا بنشوفهم بيبيعوا حاجات، يعني بالظبط. فده انا قدام عقلية لازم اتعامل معاها بالجروس مايند سيت او العقلية الابداعية القابلة اللي هي تطور من نفسها، ما تعاملش معاها بعقلية الفيكسد مايند سيت اللي هو اللي نعرفه احسن ما نعرفوش، لانه الثابت العقليه الثابته الثابت اللي هو ده، لانه في الاخر خالص هيعمل ايه؟ هيعمل اللي هو عاوزه. فبالتالي ده ليه اهتمامات. الاتجاهات الحديثه كلها راحه للذكاء الاصطناعي. الفتره الجايه لازم احنا النهارده يكون عندنا بشكل او باخر عندنا حاجات تخصصيه في الذكاء الاصطناعي، لان هو ده الجيل ده اللي رايح للمستقبل. التطلعات كلها تطلعات تكنولوجيه، لازم يعني في اطار ده احط له موانع بقى. الموانع بقى اللي هي ايه؟ الموانع ان هو ما تخلوش يدمن الادمان الالكتروني، ما تخلهوش ينسى الرياضه، ما تخلهوش يعمل يعني يفضل عنده توحد في حاجات كتير قوي. ما هي دي زي ما ليها التكنولوجيا زي ما ليها جانب نافع ايجابي ليها سلبي طبعا ليها جانب سلبي. نرجع تاني لحته موضوع اللجنه والحوار الوطني. شباب كتير قوي مثلا انا هيعود عليا ايه الحوار الوطني؟ يعني انا بالنسبه لي ايه اللي هيعود عليا الحوار الوطني؟ هقول له الحوار الوطني ببساطه شديده جدا مدخلاته هي التحديات والعوائق اللي بتواجهك. يعني مدخلات الحوار الوطني هي التحديات اللي بتواجه المواطن المصري. الحوار الوطني حوار شعبوي وليس حوار نخبوي، يعني لجموع الناس. عشان كده كانت مرحله جمع البيانات كانت جايه من مين؟ من كل فئات المجتمع. كان في جولات احنا مثلا نتكلم عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. مرحله الاعداد عملنا جولات عديده في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه، وجمعنا مشاكل كبيره جدا. وفي نفس الوقت الامانه الفنيه نفسها قرابه 90,000 مقترح او قرابه 100,000 كمان مقترح تم تجميعهم وفلترتهم، نتج عنه مجموعه من القضايا خلت المحور سياسي ومحور اجتماعي ومحور اقتصادي، كان ينبثق منهم 19 لجنه ب 19 مقرر بالمقررين المساعدين. فبالتالي انا النهارده هنا عندي اهتمام بالتفاصيل لادق التفاصيل، وده اللي انا شاهدته في
الجلسه بتاعه لجنه الشباب شفت نوع من انواع المشاركات الجاده، شفت نوع من انواع التفاعلات، يعني كلنا بنتكاتف مع بعض من اجل هذا الوطن، المؤيد المعارض، وبقى في تعريف جديد للمعارضه، ما بقتش زي الاول انا لا اعترف بالمعارضه الحنجريه التنظيريه. النهارده حضرتك في المعارضه الوطنيه، عندك مشكله قول لي المشكله وقول لي ادي حلها، وحلها يبقى 1 2 3 تصور كامل في ظل الامكانيات المتاحه. يمكن ده اللي سياده الرئيس وضحه كمان قبلها في يوم في الحوار الانفتاح اللي مصر بتشهده، انفتاح ديمقراطي لم تشهده قبل كده، ان انا النهارده يبقى رئيس الجمهوريه بيكلم احد رموز المعارضه وبيتناقشوا مع بعض في 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 مشهد يعني لم تعتد عليه مصر من ذي قبل. عظيم. اللي الدوله اطلقت استراتيجيه اسمها استراتيجيه رواد مصر 2030. 2030 ايه معوقات هذه الاستراتيجيه حتى نصل الى المستهدف؟ دي كانت من ضمن الحاجات التوصيات بتاعتي اللي انا كنت تقدمت بيها وشرفت تقدمت بيها، ان احنا اطلقنا رواد مصر، وزاره التخطيط اطلقت استراتيجيه رواد مصر 2030، وعندي كمان مراكز الابداع اللي اطلقتها وزاره الاتصالات وعملها. انا النهارده هنا في الاخر خالص اما باجي مؤشرات قياس الاداء بتاعتي فعاليه التاثير، النهارده كام واحد دخل لي، كام واحد انا طلعت، كام واحد انا دربت، وبعد ما دربت عمل ايه، هو ده الكي بي ايز بتاعتي او مؤشرات قياس النجاح. النهارده لازم الاول اعرف افهم القانون يعرف رائد الاعمال، الشاب رائد الاعمال. النهارده لازم ادي اندكشنز، لازم ادي توجيهات، ما في ناس كتيره قوي ما تعرفش تروح فين. شباب ما بيعرفش يروح فين. انا عجبني ان انتوا عملتوا مقارنه ما بين رواد الاعمال وبين رجل الاعمال. رجل الاعمال، فهمنا الفرق. الفرق ببساطه شديده جدا ان رجل الاعمال بيشتغل بشكل تقليدي، بيشتغل طبقا لآلات السوق. رائد الاعمال تملي بيبقى جاي بفكره مبتكره، فكره جديده، فبيبقى الريسك بتاعه عالي، ما بياخدش الشكل التقليدي. وهنا انا ربطته في التوصيات اللي شرفت بتقديمها للحوار الوطني، كان في اللي هو التوجيه الرئاسي اللي ربط الترخيص بالنسبه للانشطه التجاريه بموقع الكتروني دون التقيد بوجود مقر. ده هيفرق معاه كتير قوي، كتير جدا جدا. وشركات افتراضيه، الشركات الافتراضيه او الفيرتشوال اوفيسز، فدي في حد ذاتها هتنقل نقله كبيره جدا. ليه؟ كتير جدا من الشباب مش عاوز الموقع او مش عاوز الشركه اللي بتكلفه كتير. يعني لو انا جيت بقول سيت اب هيبقى فيه عدد كبير جدا او قيمه كبيره جدا من الفلوس، هو مش محتاجها دلوقتي، هو كل شغله تكنولوجي. بنفس الوقت برضه هيخش على موضوع هيبقى ذوي الاحتياجات الخاصه برضه تناقشنا معاه فيها، وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصه في المتعلقه برياده الاعمال. من ضمن الحاجات اللي انا اوصيت بيها برضه في الـ في الـ في الـ في الـ الحوار الوطني، حته موضوع الابن السبراني. ده في ناس كتير قوي مش منتبه للموضوع ده. انا محتاج باور، قوه في مصر تقدر تواجه، لان احنا الفتره الجايه هنبتدي نسمع على الحروب السيبرانيه هتتعاظم ما بين الدول. هي بدات بالفعل قرابه السبع ثمان اعوام اللي فاتت، بس الفتره الجايه هتبقى بزياده. هي موجوده في دول متفوقه فيها بجداره يعني بشكل كبير جدا. بالظبط. فانا النهارده هنا هو الامن السبراني، هو ببساطه شديده جدا هو الجارد اللي بيحمي الشركات على الموقع او على الانترنت بصفه عامه. كان برضو في حته استحداث اللي هو المجلس الوطني للتسويق. تملي انا عندي مشكله كبيره جدا 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 ان انا ما بعرفش، باجي بخطط بطبق بس ما بعرفش ان انا اسوق، ما بعرفش، والتسويق جاي من السوق فافتح اسواق. فدي كانت من ضمن برضو التوصيات. في حاجه تانية دي برضو كانت اوصيت بيها، ودي محل الدراسه، يعني يجب ان تدرس من خلال الفتره اللي انفتحت فيها على موضوع الشباب وشغلي مع الشباب لفترات كبيره جدا، حتة فصل الشباب عن الرياضة في الوزارة. دلوقتي بقى كله بيتكلم الشباب والثقافة، الشباب والثقافة. ما أقحمش الشباب في المشاكل الرياضية، وفي نفس الوقت الرياضة أفرقها نوعين، رياضة الممارسة اللي نص عليها الدستور مادة 84، ورياضة البطولة. رياضة البطولة دي لازم زي أي دولة حديثة لازم ينشأ لها مركز استثمار رياضي وتنقل تبقى ده صناعة الرياضة.
يبقى انا النهارده هنا وصفت صح وعالجت المشاكل صح. انتوا عايزين تبقى وزاره الشباب فقط يعني؟ وزاره الشباب فقط او وزاره الشباب والثقافه يعني حسب ما يتراءى القادة. لا بس لو الشباب عامة هيبقى فيه زي انترسكشن ما بينه وما بين كذا حاجة زي رياضة ثقافة. هو متداخل بالفعل. بالضبط. يبقى ما عملهاش يبقى فعلا وزارة لوحدها. طيب بما اننا بنتكلم عن ده انه في الشباب والتداخل مع الثقافة ومع الرياضة، أهمية تعزيز التنسيق مع بين كافة المؤسسات البحثية. دي كانت الأزمة الكبرى اللي بتواجه الدولة المصرية الجزر المنعزلة. يعني يمكن لعل وعسى احنا شفنا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستحداث وحدة خاصة لريادة الأعمال، فده ليه؟ للتربيط، للتشبيك. بس أنا النهاردة هنا في حاجتين مثلا، يعني في ريادة الأعمال أو في الشركات الناشئة في مجتمع مدني، فأنا محتاج أشوف وزارة التضامن موجودة، محتاج أشوف وزارة الشباب موجودة. فهتلاقي الفرق ده، الفرق اللي هتعمله الفترة الجاية استحداث الوحدة دي هيعمل اللي حضرتك قلت عليه، ربط المخرجات العلمية أو البحث العلمي بالتطبيق على أرض الواقع مش هيتم إلا إذا كان عندي جيت كيبر، حارس بوابة. يبقى أنا النهاردة أعرف هنا أنا هروح لمين. يبقى أنا النهاردة هنا لما أنشأت الوحدة دي، وحدة ريادة الأعمال في مجلس الوزراء، متهيألي هيبقى فيها شغل كبير جدا، وهيبتدي يفكر الدولة المصرية بشكل غير تقليدي. احنا في فترة غير تقليدية، في فترة لم تمر على مصر التحديات اللي فيها دي، التحديات العالمية والتحديات الداخلية، فترة كبيرة جدا جدا، فبالتالي لازم حلولي تبقى غير تقليدية واستثنائية. فده يعني ما عنديش الا خليني اسال حضرتك سؤال، معلش انا اسفة، هل في فكره طرحت مثلا انه احنا اتكلمنا عن رجال الاعمال او الفرق بين رياده الاعمال ورجال الاعمال، ان رجال الاعمال بيقوموا باداره اعمالهم بالطريقه التقليديه، عمل السوق عكس رواد السوق. الاعمال، رواد الاعمال بيبقى دايما عندهم افكار كرييتيف او ابداعيه شويه. بالزبط. هل في تنسيق ما بين رجال الاعمال الموجودين بالفعل اللي عندهم يمكن شركات او مشروعات ناجحه وموجوده على ارض الواقع، ومع رواد الاعمال اللي عندهم يمكن يعني خليني اقول فلوس قليله عشان يدعموا افكارهم، هل تم التنسيق ما بينهم او وضع افكار للتنسيق ما بين رجال الاعمال ورواد الاعمال عشان ينجحوا او يقوموا بصنع فكره معينه وتمويل من رجال الاعمال، فبالتالي توفير فرص عمل كتير؟ في يا فندم في تجارب حصلت، بس مش بشكل مؤسسي. يعني مش بشكل اتجاه قومي، بشكل فردي. الفتره الجايه اظن بعد استحداث الوحده دي لازم في الاخر خالص انا محتاج شكل تمويلي. ففي الاخر خالص هو رجل اعمال في الاخر هو راجل بيدور على وين وين سيتويشن او الربح المشترك. فبالتالي ده اللي هيتم من خلال التنسيق ومن خلال التسهيلات اللي اعطتها الدوله المصريه. النهارده لما اجي مثلا الاقي التسهيلات في الضريبيه، ان الدوله المصريه اطلقت 5 سنين اعفاء من الضرايب، فدي هتبقى محفزات استثمار هتشجع اللي حضرتك بتقول عليه. ما بعد ما كان الموضوع بشكل فردي رجل اعمال او حاجه بيعمل مثلا نتيجه المؤسسه بتاعته او في المجتمع، لا هيبقى بشكل جمعي، وهيبقى ممكن يبقى فيه بالميجا بروجكت كمان، يعني بالمشروعات الكبرى. فده هيتم من خلال الوحده نفسها. عظيم. ست نبي، احنا عندنا تقريبا 12 مليون مصري في الخارج، منهم 7 مليون شاب، بعض منهم عندهم تجارب مهمه جدا كرواد اعمال في الخارج، ازاي ممكن نستعين بيهم ونستعين بخبراتهم في شرح تجاربهم والاستفاده بيها في الداخل؟ انا محتاج هنا اعمل حاجه اسمها البيست براكتس او المشاركه الحسنه لتبادل الخبرات، ودي كانت بتتم مثلا عن طريق، لو شفنا الدوله المصريه بتعملها مثلا في منتدى شباب العالم بيتم الاستدعاء، لكن انا النهارده هنا عندي المصريين بالخارج، ابنائنا بالخارج، سفرائنا بالخارج، فبالتالي زي ما حضرتك تفضلت بيبقى عندهم خبرات وعندهم حاجات ممكن تكون مستحدثه شويه، برضو انا محتاج ان انا عندي خبرات هنا برضو تتنقل بره. في نفس الوقت كمان لازم يتم ربطهم من خلال، ودي صراحه وزاره الدوله للهجره والمصريين بالخارج بتقوم بالعمل ده، وبتتواصل مع الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث، وبتبتدي لمد جسور التواصل ما بين الشباب المصري بالداخل والخارج. ده بيتم ممكن من خلال لو احنا الوحده دي عملت مسابقه مثلا على للشباب المصري كله بالداخل او بالخارج. النهارده انا قدرت اطعم
الخبرات واللي جايه من بره المكتسبه من بره مثلا بالحماس والمان باور والديناميكيه اللي هنا والتسهيلات اللي مش هتلاقيها في اي دوله في العالم في الموضوع ده بالذات. يعني التسهيلات الضريبيه في ظل يعني عارف يعني ايه دوله في عز الازمات دي كلها تطلع تسهيلات ومحفزات. مصر بتمر يا جماعه بشكل تحديات لم يسبق من قبل، ولكن الحمد لله ربنا سترها بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم القياده السياسيه الحكيمه الرشيده. فبالتالي النهارده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل توأمه ما بين المصريين بالخارج او الشباب المصري بالخارج والشباب المصري بالداخل من خلال وفي نفس الوقت من خلال تعظيم التعاون التكنولوجي. يعني مش محتاج النهارده الانتقال بقى احنا زي النهارده لسه بنتكلم على موضوع لازم تفعيل التوجيه الرئاسي باستحداث الترخيص من خلال الشركات الافتراضيه دون التقيد بمقر. الموضوع ده هيفرق كتير جدا جدا. فبالتالي انا النهارده هاجي اخد اللي حضرتك طرحته وامد جسور التواصل، هيبقى في عندي تسهيلات متهيألي مش هيلاقيها. هيخفف الاعباء التاسيسيه كمان للشركات جدا جدا، وفي نفس الوقت مش محتاج انا انتقال الانتقال البشري. مش محتاج، انا خلاص العالم كله بقى قريه صغيره فهستغل التكنولوجي ده كويس. وفي نفس الوقت انا شايف ان هم افكارهم وهم المصريين بالخارج، يعني انا اتعاملت معاهم في ملفات كتيره جدا، يعني الشباب المصري في الخارج بجد شباب يفرح. احنا كل يوم عندنا نموذج من شاب مصري سافر بره عمل انجاز كبير جدا. هل وجود منصه لرياده الاعمال خليني اقول هتساعد في التوصيل وجهات النظر خليني اقول من شبابنا بره او حتى شبابنا بالداخل عشان يوصلوا افكارهم ايا كانت ايه هي؟ دي من احد التوصيات برضه يا فندم اللي شرفت بيها، ان انا النهارده لازم يبقى عندي منصه الكترونيه رقمنه الموضوع ده بشكل او باخر، يبقى الم فيه ما تبقاش زي ما حضرتك تفضلتي وقلت الشباب متدخلين في كل حاجه في الثقافه وفي الزراعه وفي 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 الصناعه. فبالتالي انا محتاج هنا حزمه من القرارات الغير تقليديه اقدر اطلع بيها منتجات غير تقليدية في فترة أنا محتاجها. المنصة لازم، الرقمنة لازم. عندي كان في وزارة الشباب مفروض عندي كان عندي أبليكيشن غير مستغل بالشكل الأمثل. فبالتالي كل الحاجات دي مع الوحدة اللي استحدثت من مجلس رئاسة الوزراء متهيألي ممكن تعمل قيمة مضافة كبيرة، وهتعمل إن شاء الله قيمة مضافة كبيرة جدا في المجال ده بالذات. طيب ثقة الشباب اللي بيحضروا دلوقتي جلسات الحوار الوطني؟ بص جلسات الحوار الوطني في ناس كتيرة قوي ما كانتش يعني متخيلة اللي هي هتوصل بالجدية دي. يعني لا ده شكل أو بقح أو النهاردة لما بتدي تقعد مع الناس تقول لك طب الحوار الوطني طب ده شفت ده اتكلم ازاي؟ شفت ده مش عارفة ايه؟ بقى في تطلعات، في ناس عندها تطلع اللي هي تفهم حب الموضوع وبقت بتثق فيه. وده دور الدوله المصريه اللي بتقوم بيه، ان انا مد جسور التواصل. الدوله المصريه تسعى للجميع. المشاركات اللي انا شفتها داخل الجلسات اللي انا شرفت بحضورها في مناقشات واطروحات سريه جدا جدا، وفي اطروحات يعني طبيعي جدا اللي هي بتبقى بتعبر عن طب فين الحل؟ احنا انت ما تجيش تقول لي المشكله، ما احنا عارفين المشكله، عارفين المشاكل وعارفين التحديات والتحديات العالميه عامله ازاي ومؤثره، ايه الحلول؟ انا عاوز حتى لو فكره صغيره وغير مكتمله ممكن تقولها واحنا هنبني عليها، فانت هتطلع برايي وانا هطلع برايي في النهايه. اديني كور، اديني نواه. لكن انت النهارده انا محتاج حلول جذريه وحلول استثنائيه، وده كنت انا شاهدته في حاجات كتيره جدا. كان من ضمن الحاجات برضو اللي تقدمنا بيها موضوع كنت عملته في البرلمان في غرفة الشيوخ عندنا، كان موضوع البنك الكوادر البشرية. أنا محتاج أي مستثمر أنا بيجي بيبقى عاوز فلوس بيروح فين؟ بيروح المصارف البنك. صحيح. عاوز أرض أو عاوز مبنى بيروح شركات الريل استيت أو شركات لكن هذا البنك اللي فهمته حضرتك يكون قاعدة بيانات للشباب المبدع والمتخصص في مجالات عديدة. احنا طبعا بنعتذر لحضرتك لأن لا. في ميعاد موجز لأهم الأنباء. نشكر النائب الدكتور محمد عمار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز أهم الأخبار والأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وألقى مدبولي كلمة مصر خلال الجلسة، حيث شدد على ضرورة إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جادة. تستأنف اليوم رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي خلال الجلسة اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي وأهم المعوقات التي تواجهه، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة متطلبات حرية البحث العلمي والتفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج. هذا ومن المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء المقبل رابع جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من اليوم. وأضافت الرياض وواشنطن في البيان أن الطرفين سوف يمتنعان خلال الهدنة عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، وكذا الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى العاصمة الصينية بكين وسط فتور بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبعد تأجيل الزيارة في فبراير الماضي بسبب تحليق ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي. وسيكون بلينكين أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود فرصة لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود في مياه تسيطر عليها روسيا. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن التكهن بأي قرار نهائي في هذا الصدد، متوقعا ألا تكون هناك فرصة لتمديد الاتفاق. أصيب 12 شرطيا في فرنسا خلال اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي، حيث تحول احتجاج على مشروع لمد خط للقطارات فائقة السرعة في جبال الألب إلى أعمال عنف. وتجمع نحو 2000 متظاهر في مورين فالي للاعتراض على إقامة خط للسكك الحديدية يشمل إنشاء نفق للربط بين مدينة ليون الفرنسية وتورين الإيطالية. ومن جانبه قال رئيس منطقة سافوي فرانسوا فرافير إن المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة، مما دفع الشرطة للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وهو ما تسبب في إصابة أحد المحتجين. أعلنت السلطات في ولاية ريو جراند دو سول بجنوب البرازيل أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة. وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن عاصفات تسببت في هطول أمطار غزيرة، مضيفة أن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عدد المفقودين. ختام موجز 9 فاصل، ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن أهمية ملف استصلاح الأراضي كواحد من أبرز الملفات اللي الدولة اشتغلت عليه خلال الفترة اللي فاتت، من تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة لزيادة الرقعة الزراعية، زي مثلا عندها مشروع الدلتا الجديدة، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء أيضا. يا
حقيقي شازلي طبعا في غيرها من المشروعات اللي من خلالها هيتم زيادة المحاصيل الزراعية لتغطية السوق المحلية والتصدير كمان للخارج، ده غير استيراد سلالات الأبقار المستوردة اللي انتاجها من الألبان بيتضاعف عشان يكون عندنا اكتفاء ذاتي من اللبن الخام. طيب احنا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهارده مع ضيفنا الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه اللي منورنا النهارده في الاستوديو. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم حضرتك والساده المشاهدين. طيب خلينا نتكلم في البدايه عن الاجراءات الاستباقيه اللي يمكن خدتها الدوله المصريه اللي تمثلت في خليني اقول تنفيذ العديد من المشروعات القوميه الكبرى خاصة المرتبطة بالاستصلاح الزراعي أو استصلاح الصحراء، وخليني أقول كمان عايزين نعرف إيه هي التأثير الإيجابي عليها. تمام، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين جميعا يعني احنا العالم مر في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات، يعني زي انتشار وباء كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم التغيرات المناخية، فكل دي أزمات كبيرة أثرت على العالم كله، لكن نتيجة الخطوات الاستباقية اللي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقتها جميع الوزارات المصرية ساعدت بشكل كبير في التخفيف من حدة هذه التأثيرات. وزي ما كنت حضراتكم بتتكلموا احنا عندنا مشروعات القوميه للاستصلاح وزراعة الاراضي الجديده، احنا في الوقت الحالي شغالين في مشروعات اصلاح اراضي يعني بالتوازي كده في اكثر من 3.5 مليون فدان ل 4 مليون فدان، بتفوق ما تم استصلاحه في جمهوريه مصر العربيه خلال ال 60 سنه الاخيره من ثوره 52 حتى 2010. هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية زي ما احنا شفنا افتتاح فخامة الرئيس لحصاد محصول القمح وبنجر السكر والبطاطس، فدي ساهمت بشكل كبير في يعني مواجهة الأزمات العالمية السريعة والمتلاحقة في الفترة الأخيرة. طيب دكتور، الصحراء ليها طبيعة مختلفة، قوام التربة مختلف، العناصر الموجودة في التربة مختلفة، ازاي بنحدد او على اي اساس بنقرر ان احنا هنستصلح هذه المنطقه؟ مدى سهوله الاستصلاح هنا من صعوبته؟ تمام، احنا طبعا عندنا في وزاره الزراعه واصلاح الاراضي وطبعا في ضوء توجيهات معالي الوزير الاستاذ سيد القصير بيتم حصر وتصنيف الاراضي في جمهوريه مصر العربيه لتحديد مدى صلاحيتها للزراعه، فاحنا بنحدد بنقول والله العظيم هذه المنطقه تصلح هذه المناطق ما تصلحش وحاجات زي كده، فجميع الاراضي اللي هي المشروعات القوميه الكبرى تم عمل حصر ليها وتصنيف ليها وبالفعل تصلح للاستصلاح وزراعه المحاصيل الاستراتيجيه. وايضا بيحددها هذه الاراضي وفره الموارد المائيه في هذه المناطق سواء كانت مياه جوفيه او مياه صرف معالج او مياه سطحيه. فلو سيادتك شايف برضك احنا ماشيين في التوازي بالتوازي، يعني في احنا مواردنا المائيه في مصر حوالي 72 مليار متر مكعب من المياه، بينهم حوالي 55.5 مليار متر مكعب حصتنا ثابته من نهر النيل على الرغم من زياده السكان. ايضا عندنا حوالي مليار متر مكعب من الامطار، عندنا حوالي 6 مليار متر مكعب من المياه الجوفيه، بنتكلم في حوالي 9 مليار متر مكعب مياه صرف زراعي معالج بيتم اعاده استخدامها مره اخرى في الزراعه، واحنا عندنا محطات يعني واحده يعني تصنيف عالمي، فاحنا عندنا محطه بحر البقر دي عشان نستصلح بيها اراضي في سيناء، دي طاقتها اليوميه حوالي 5.6 مليون متر مكعب. ايضا هناك في الاسماعيليه محطه المحسمه دي طاقتها اليوميه حوالي مليون متر مكعب. عندنا بقى في غرب الدلتا منطقه الحمام برضك محطه معالجه مياه الصرف الزراعي دي طاقتها اليوميه حوالي 7.5 مليون متر مكعب يوميا. هذه الكميات الكبيره من المياه المعالجه يعني المعالجه هيتم استخدام بيها استصلاح بيها وزراع اراضي جديده. طيب احنا اتكلمنا عن مقومات الاستصلاح او استصلاح الاراضي وهي طبعا تحويل التربه من حاله غير منتجه لحاله منتجه، حضرتك اتكلمت عن يمكن الموارد المائيه واتكلمنا عن حاله التربه، في كمان الموارد الفنيه والتكنولوجيه بتتداخل مع استصلاح الاراضي، اتكلمنا عنها يا فندم. وطبعا زي ما سيادتك قلتي الموارد الفنيه والتكنولوجيه احنا بنشوف يعني هذه المناطق الجديده يعني بتتسم ان هي مساحات شاسعه، فبالتالي ان انا بيسهل عليا استخدم التكنولوجيات الحديثه سواء في استصلاح الاراضي وفي اقامه البنيه الاساسيه او في عمليه الزراعه ذات نفسها،
بدءا من تجهيز الارض للزراعه، ثم عمليات الزراعه بالالات الحديثه، ثم استخدام نظم الري الحديثه، ثم استخدام الالات الحديثه ايضا في الحصاد. فهذه المناطق بيتم استخدام فيها يعني تحديث الزراعه المصريه بحيث ان يتم استخدام فيها احدث الاساليب التكنولوجيه الحديثه. وايضا من المقاومات اللي هي موضوع المياه، طبعا عارفين اهم محدد لاصلاح الاراضي هو الاراضي الصلاحه للزراعه هو مياه الري. فاحنا عندنا برضك مشروعات تطوير ري مختلفه زي ما حضراتكم شايفين، تاهيل الترع ده عشان ارشد استخدام مياه الري بالبخر والتلوث اللي كان بيحصل. عندنا المشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر الى نظم الري الحديث، وده يعني مستهدف تعميمه على جمهوريه مصر العربيه، وده يعني بيوفر كميه كبيره من المياه استخدمها في اصلاح اراضي جديده. ايضا عندنا يعني تخفيض مساحات المحاصيل الشرهه للمياه، زي ما عندنا محصول الارز بحيث يبقى عندنا اكتفاء ذاتي فقط، محصول قصب السكر، وفي لما شفنا يعني معالي وزير الزراعه بالامس كان بيحضر افتتاح للتجريبي لمحطه وادي الصعيده في اسوان. ديت هذه المحطه بيتم فيها انتاج شتلات القصب بحيث يتم زراعه القصب بشتلات، وده بيساهم بشكل كبير يوفر في بترشيد مياه الري استخدمها في اصلاح اراضي بعد كده، وفي نفس الوقت بيزود الانتاجيه الفدانيه بحوالي التلت، وده بيزود دخول الساده المزارعين. طيب الناس كانت بتسال احنا ليه اصلا رايحين للصحراء، في مجموعه كبيره من الاسباب طبعا الدكتور هيكلمنا عنها دلوقتي، ومن اهم هذه الاسباب هو طبعا زياده عدد السكان بالاضافه الى التجاوز على الارض الزراعيه اللي كانت في الدلتا، واعتقد ان ده حصل خلال فتره من الفترات، الناس كانت بتاخد الارض الزراعيه تبور الارض وتبني عليها، وكان في مشاكل كمان في الصرف في الارض، فكانت بترتفع نسبه ملوحه هذه الارض فما تبقاش ارض منتجه فبتبور، فكان عندنا مجموعه كبيره جدا من الاسباب هي اللي ادت لاننا في النهايه مضطرين ان احنا نتوجه للصحراء. تمام. هو طبعا زي ما سيادتك قلت احنا كنا يعني في الماضي عندنا تعدي كبير على الاراضي الزراعيه وعندنا زياده سكانيه كبيره جدا، احنا بس منذ 2014 حتى الان عدد السكان زاد حوالي 18 مليون نسمه، ده بيعادل عدد سكان عده دول حوالين مننا، فاحنا عندنا كثافه سكانيه كبيره ومتركزه في مناطق معينه، وهذه المناطق بقت يعني ضيقه عليهم وبقت مصادر الدخل فيها منخفضه، فتم التوسع في مشروعات اصلاح الاراضي الجديده بحيث انقل الكثافه السكانيه او جزء كبير منها الى الصحراء والمناطق في المحافظات اللي لها ظهير صحراوي او اتوسع في الصحراء بشكل عام، بحيث انقل الكثافه السكانيه من الصحراء اوديها من الاراضي القديمه اوديها للصحراء. ايضا الاراضي القديمه بتعاني من تفتت الحيازات، الحيازات صغيره ومفتته ومبعصره، يعني حتى لو حسيتك عندك حيازه في الارض في الريف ما هيش موجوده في منطقه واحده، انت عندك جزء هنا وجزء هنا وحاجات زي كده، فعندنا تفتت حيازات وتبعصر الحيازات، فبالتالي صعب ان انا استخدم التكنولوجيات الحديثه، فعشان كده لجأنا للصحراء بحيث نزرع مساحات كبيره ونتوسع يعني نشغل الشباب، ننقل الكثافه السكانيه، احقق الامن الغذائي، ازرع محاصيل استراتيجيه، انتج محاصيل تصديريه الى الخارج. ولو سيادتك شفت مشروع مليون ونصف مليون فدان ده منتشر في حوالي 8 محافظات رئيسيه زي المنيا زي القنا زي اسوان زي الوادي الجديد زي جنوب سيناء زي الجيزه زي مطروح، والزراعات جوه متقسمه احواض. طبعا مساحات كبيره وبنزرع فيها جميع يعني المحاصيل الاستراتيجيه بشكل عام في الوقت الحالي عشان نحد من الاستيراد من الخارج ونتغلب على الازمات اللي هي بتواجهنا، وايضا يعني مش مشروعات زراعيه بس، دي مشروعات متكامله زراعيه صناعيه زي ما شفنا في منطقه توشكا في انتاج البطاطس وفي مصنع للبطاطس وهكذا. طيب الدوله سعت ان هي تتوسع بشكل كبير جدا في الاستصلاح او استصلاح الاراضي، الهدف من ده كان ايه؟ هل الهدف من ده تنوع مصادر المياه مثلا عبر المعالجه الثلاثيه لمياه الصرف الزراعي وتحليه مياه البحر؟ هل ده في اتجاه الاستغلال الامثل اللي خليني اقول للمياه الجوفيه؟ كان ايه الهدف من ده؟ هو سيادتك الهدف من مشروعات الاصلاح الاراضي الجديده بشكل عام يعني ان انا يعني انقل الكثافه السكانيه من الوادي الضيق الى خارج الوادي واوفر فرص عمل للشباب، ان انا انتج انتاج زراعي نظيف بحيث احقق الامن الغذائي وازود الصادرات الى الخارج،
ان نعمل صناعات متكامله على هذه المنتجات. وزي ما سيادتك قلتي عشان استصلح هذه الاراضي فاهم محدداتها اللي هي الموارد المائيه، فزي ما سيادتك قلتي ان احنا نعظم العائد من وحدتي الارض ومياه الري من خلال ان انا اعظم العائد من المياه الجوفيه، ان انا اعمل معالجه لمياه الصرف الزراعي، ان انا استخدم نظم الري الحديثه اللي انا فيها صعوبه ان انا استخدمها في المساحات اللي هي الصغيره في الاراضي القديمه. طيب هو احنا مضطرين طبعا احنا نتوجه للصحراء، لكن طيب. في النهايه الفدان مكلف، استصلاح الفدان مكلف، تكلفته تقريبا قد ايه؟ هو طبعا كبنيه اساسيه الدوله بتتحمل هذه تكلفه الاستصلاح، يعني يعني كل مشروع بيكلف المليارات، يعني ممكن لو صرفنا بنيه اساسيه بقى كتمهيد الطرق وكهرباء وخدمات اساسيه وحاجات زي كده الدوله بتتحمل كل هذه التكلفه، يعني ممكن الفدان يعني يخش في حوالي 200,000 جنيه كاستصلاح، لكن عمليه الاستزراع بعد كده بقى بتبقى يعني ما هيش مكلفه بالشكل الكبير، طبعا وفرت البنيه الاساسيه من طرق وخدمات اساسيه ومياه وكهرباء واماكن سكنيه والحاجات دي كلها وتجمعات. يعني انا زي ما حضرتك بتقول كده انا مجهزها للمستثمر اللي هيجي او حتى صغار المزارعين اللي هيروحوا، انا مجهز كل حاجه على خلاص ادخل وازرع الارض بتاعتك، الارض جاهزه ببنيتها التحتيه وكل المرافق متوصله للارض، ده جميل جدا، لانه من المعروف كمان انه الزراعه بشكل عام مش من الصناعات اللي العائد بتاعها سريع، يعني احنا مثلا محتاج ازرع الارض سنه في الثانيه في الثالثه لحد ما الانتاجيه بتاعتي تصل الى درجه عاليه. تمام. هو زي ما سيادتك قلت طبعا ان يعني احنا هذه الاراضي مخصصه لجميع الفئات المستثمرين منذ يعني من صغار المزارعين لشباب الخريجين للمستثمرين العاديين للشركات الكبرى، ويعني فيه تم دلوقتي يعني هم شباب المزارعين الخريجين وصغار المزارعين دول بيعملوا شركات مساهمه، بحيث كل مثلا مجموعه من الشباب من 10 شباب او مزارعين حتى 20 شاب بيكونوا شركه مساهمه كده ويعملوا شركه مع بعضهم، ودول بيحصلوا على حوالي كيلو في كيلو في الاراضي الزراعيه الصحراويه، يعني حوالي 238 فدان، والملكيه بتكون في هذه الاراضي على المشاع، بحيث ان انا احافظ على كمشروع كوحده واحده ما بقاش فيه تفتت، يعني سيادتك ليك 20 فدان او 10 فدان على المشاع لو مش محددين في مكان معين عشان نحافظ على الملكيه. وهيتزرعوا حاجه معينه. وينزرعوا حاجه معينه بالتنسيق مع بعض، وفي بقى ده بالنسبه لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وطبعا دول بياخدوا الاراضي باسعار رمزيه، يعني الفدان في منطقه المغرف حوالي في العشرينات يعني 20,000 حاجه و20,000، في الفرافره بردك يعني في الاربعينات، في غرب المنيا بردك 50,000 ولا حاجه، وفي فتره بيدفع حوالي 20% في الاول وحوالي 4 سنوات سماح، وبعد كده بيسد بقيه ثمن الارض على 8 سنوات بفايده بسيطه، فدي كلها تيسيرات ومزايا ممنوحه لصغار لصغار المزارعين وللشباب والمستثمرين حتى يتوجهوا لاستصلاح الاراضي وتعميرها واقامه حياه متكامله يعني في هذه المناطق. انا هكمل كلام عن المزارعين، لكن انا حابه كمان اتكلم عن مقومات اخرى وهي الموارد البشريه طبعا. للعامل الفني او المهندس التكنولوجي دول مهمين جدا، عامل من عوامل نجاح عمليه الاستصلاح اللي هي في الحياه مكلفه جدا عشان تبقى عمليه ناجحه ومربحه. هل بيتم توفير مثلا دورات تدريبيه ليهم؟ ازاي الدوله بتستثمر في العامل الفني والمهندس التكنولوجي عشان يتم الاستزراع بطريقه صحيحه؟ تمام. هو سيادتك لما الشباب وصغار المزارعين بيروحوا هذه المناطق بيتم توجيه لهم برامج تدريبيه تعرفهم يعني كيفيه التعامل مع هذه الاراضي بدءا من الزراعه حتى الحصاد، كيفيه التعامل مع باساليب الري بما يتناسب مع هذه التربه بالذات او الارض دي بالذات، لان الزراعه في الاراضي الجديده غير الزراعه في الاراضي القديمه. احنا دلوقتي احنا ممكن يعني من طريق الاساليب الحديثه والتكنولوجيات الحديثه ان انا اخلي الارض يعني في بعض الاراضي من العام الاول او العام الثاني جابت انتاجيات تفوق ما بتجيبه الاراضي الانتاجيه في الاراضي القديمه نتيجه تكثيف التكنولوجيا، نتيجه تكثيف الاستثمارات، نتيجه تكثيف مستلزمات الانتاج. فكل طرق الري بتفرق طيب؟ نعم يا فندم؟ طرق الري بتفرق؟ طبعا يعني نظم الري الحديثه اللي هي بقى بالرش والتنقيط وفي بعض توافقها مع كل محصول بتساهم بشكل كبير في ان هي بتحسن الانتاجيه، بتخفض استخدام الاسمده، بتعطي انتاجيه ذات صفات عاليه، فبالتالي المزارع او الشركه بتحصل على سعر اعلى بظروف الجويه هناك، برضك بتخلي الانتاج يبقى مبكر،
فبالتالي استطيع اصدره الى الدول الاوروبيه او الاسواق العالميه المختلفه في اوقات بيكون فيهم لسه الانتاج لسه ما ظهرش. فدي كلها مزايا بتوفرها مشروعات استصلاح واستصلاح الاراضي في جمهوريه مصر العربيه. لسه عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع حضرتك، لكن هنروح لفاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع نكمل هذه الفقره مع حضراتكم. لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم عن دعم قطاع الزراعه واستصلاح الاراضي خلال الفتره اللي فاتت، ومعانا طبعا في الاستاذ الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل في نقطه مهمه جدا، وهي دعم الشباب وصغار المزارعين عشان يحصلوا على قطعه ارض في هذه المشروعات الكبيره. الدوله وفرت زي ما حضرتك قلت، ووفرت كل الوسائل والبنيه التحتيه تمام، والارض جاهزه، حاجات بسيطه بس كده لايه؟ لبدايه الزراعه. لو في شاب مثلا عايز يحصل على قطعه ارض من هذه الاراضي يعمل ايه؟ تمام، هو سيادتك طبعا يعني في عندنا مشروع 1.5 مليون فدان، ده يعني تحت اشراف شركه ليف المصري الجديد، وديت على الشباب ان هم يتوجهوا الى هذه الشركه او في مدينه نصر او الاتصال بها يعني باي وسيله كانت، وبيعرف الشروط والمناطق اللي فيها مناطق يعني الاستصلاح واراضي جديده، وبيقولوا على الشروط وبيقولوا والله المساحات المتوفره عندنا قد ايه والمناطق اللي فيها وحاجات زي كده، وبيأسس الشركه مع مجموعه من زمايله. يعني ما ينفعش يدخل لوحده مثلا؟ لا، هو لو وحده ينفع لوحده، بس يبقى مستثمر، مش يعني ياخد مثلا مساحات من 500 فدان و1000 فدان فما فوق. لكن المجموعه الشباب اللي هم او الصغار مزارعين اللي هم امكانياتهم محدوده، دول بيتفقوا مع بعضهم وبياخدوا ايه حوالي 238 فدان، هم كيلو في كيلو. دي اقل مساحه؟ دي اقل مساحه، 238 فدان بالظبط كده، بحيث زي ما قلت لسيادتك ان احنا يعني نتمتع بحجم بمزايا حجم الانتاج الكبير، ونحافظ على هذه الاراضي من التفتت، ما نرجعش بقى للمشكله بتاعه الاراضي القديمه. طيب احنا بنتكلم عن منطقتين مهمين جدا زي توشكا وشرق العوينات، احنا بنتكلم على استهداف اضافه 250 الف فدان في توشكا في نهايه 2023، اما في نهايه 2024 احنا بنتكلم على 280 الف فدان. طيب ايه المحاصيل اللي بيتم زراعتها في الفدادين المضافه؟ تمام، هو زي ما سيادتك قلت احنا الارض دي بنزرعها مرتين في السنه، موسم شتوي وموسم صيفي. فالموسم الشتوي زي ما سيادتك شفتي يعني احنا بنزرع فيها القمح، وشفنا يعني افتتاح فخامه الرئيس لحصاد محصول قمح هذا الموسم في منطقه شرق العوينات، وفي محصول البطاطس، وشفنا البطاطس وازاي بيتم تصنيعها والصناعات القائمه عليها بحيث انها تزود القيمه المضافه من هذه المنتجات. في الموسم الصيفي بقى اذا ربنا اراد ان شاء الله نزرع المحاصيل الصيفيه اللي احنا عندنا فجوه كبيره فيها، بحيث اعمل احلال محل الواردات واوفر النقد الاجنبي اللي كنت بدفعه في عمليه الاستيراد من الخارج، ومن اهمها المحاصيل الذره الصفراء وفول الصويا والفول السوداني والعباد الشمس الزيتي. فكل هذه المحاصيل بان انا من خلالها اعمل احلال محل الواردات وسد الفجوه الكبيره الموجوده عندي، وايضا عندي في هذه المنطقه ايضا بزرع الزيتون وبزرع النخيل والاصناف اللي هي المتميزه اللي عليها طلب كبير جدا في الاسواق العالميه، بحيث ان انا اتمكن من يعني اعمل احقق هدفين في وقت واحد. الهدف الاولاني ان اعمل احلال محل الواردات، الهدف الثاني ان انا ازود الصادرات بتاعتي الى الخارج في الفتره القادمه ان شاء الله. يعني احنا عايزين نسد الفجوه، لكن استهداف ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه امتى يا فندم؟ احنا سيادتك احنا دلوقتي عندنا على سبيل المثال محصول القمح الاكتفاء الذاتي فيه حوالي 50%، احنا مستهدفين ان شاء الله حتى 2030 نوصل ل 70% نسبه اكتفاء ذاتي. وسيادتك احنا يعني متوسط نصيب الفرد من القمح في مصر او من دقيق القمح حوالي اكثر من 150 كيلو جرام، متوسط نصيب الفرد العالمي حوالي 70 كيلو جرام، فاحنا متوسط نصيب الفرد ضعف المتوسط العالمي. عندنا زياده السكان كل سنه اكثر من 2 مليون نسمه، مع هنغطي احتياجات السكان واحتياجات السياده السكانيه، وان شاء الله نرفع الاكتفاء الذاتي من 50% الى 70% لمحصول القمح. عندنا المحاصيل العديد من المحاصيل عندنا فيها اكتفاء ذاتي بالفعل 100%، محصول الارز عندنا اكتفاء ذاتي 100%، الذره البيضاء عندنا 100%، الذره فيها عندنا 100%، جميع انواع الخضر، جميع انواع الفاكهه عندنا اكتفاء ذاتي 100%، بل عندنا فائض كمان بيتم تصديره للخارج حجمه العام الماضي
تجاوز 6.5 مليون طن قيمته حوالي 3.8 مليار دولار، بالاضافه الى صادرات مصنعه ايضا قائمه على المنتجات الزراعيه يعني تجاوزت 4 مليار دولار. فاحنا عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من منتجات زراعيه هامه، ايضا عندنا اكتفاء ذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائده ومن الالبان الطازجه، او شكلنا على الاكتفاء الذاتي الحمد لله قريبا يعني ان شاء الله من السكر ومن الاسماك حققنا فيها طفرات كبيره الحمد لله. طيب عظيم جدا. لما نيجي نتكلم عن زياده تصدير بعض المنتجات الزراعيه، ايه المجهود اللي عملناه عشان نفتح اسواق تصديريه جديده؟ تمام، هو طبعا يعني احنا في حلم لفخامه الرئيس ان احنا نزود الصادرات المصريه الى 100 مليار دولار صادرات مصريه، وطبعا الصادرات الزراعيه احد مكونات الصادرات المصريه، فاحنا ان شاء الله مستهدفين خلال الفتره الحاليه يعني والقادمه ان احنا نضاعف الصادرات المصريه بتاعتنا ان شاء الله تعالى باذن الله، بحيث نزود الصادرات ونحقق حلم فخامه الرئيس اللي هو 100 مليار دولار صادرات زراعيه. فاحنا ماشيين على عده محاور في الصادرات، ان احنا نحافظ على الاسواق الحاليه ونفتح اسواق جديده، وبالفعل خلال الفترة من 2014 حتى الآن تم فتح أكثر من 80 سوق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، آخرهم في الفترة القريبة الماضية فتحنا السوق الفلبيني أمام الوالح المصرية، وسوق أوزبكستان أمام البصل المصري، وبالإضافة أيضا أن احنا بنحاول نزود صادراتنا إلى الدول الأوروبية والدول العربية، وفي توجه بشكل كبير للدول الإفريقية بحيث أن احنا إيه تاني فندم؟ إيه أكثر المنتجات الزراعية اللي عليها طلب بره؟ هو طبعا احنا زي ما سيادتك عارف احنا حتى من بدايه يعني هذه السنه حتى نهايه شهر مايو الخمس شهور الاولين دول كده صدرنا اكثر من 4,100,000 طن، يعني الجزء الاكبر منهم كان الموالح، بيليه بعد كده البطاطس، يليه بعد كده في الترتيب البصل، عندنا بعد كده بقى الفاصوليا الخضراء، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة الطازجة والفراولة المجمدة، فكل هذه هي سلع زراعية بيتم تصديرها إلى الخارج، وده جه نتيجة جهود كبيرة جدا إن احنا زودنا الإنتاج بحيث يبقى أنا عندي إنتاج أقدر أصدره للخارج، والناحية التانية رفعنا جودة المنتجات الزراعية بحيث يبقى عليها يعني تغزو الأسواق بشكل كبير، ولك أن تتخيل إن احنا يعني الحمد لله يعني المنتجات الزراعية المصرية دخلت السوق الياباني، وإحنا عارفين إن السوق الياباني ده مدى تحفظه والمواصفات اللي بيحطها بشكل كبير، فده بيطمن السادة المشاهدين على المنتجات الزراعية المصرية وجودتها وملائمتها للسوق المحلي والسوق الخارجي، لأن احنا برضك طبعًا أيضًا احنا مستهدفين بالإضافة للصادرات الطازجة إن احنا نصدر سلع زراعية مصنعة. احنا دلوقتي عارفين ان الطلب دلوقتي متزايد على السلع الزراعيه المصنعه، بحيث ان انا ازود القيمه المضافه، ان انا اخفض الفاقد في المنتجات، ان انا ازود الصادرات بتاعتي، وطبعا احنا بنواكب الاسواق وبنواكب. خلينا كمان نتكلم عن المجمعات الصناعيه المرتبطه بهذه الاراضي. تمام، وده زي ما سيادتك قلت احنا شفنا في شرق العينات في مصنع بطاطس، في مستقبل مصر في يعني الصناعات اللي هي القائمه على الزراعات الموجوده فيها، سواء بالنسبه للقمح في مطحن يقوم بعمليه الطحن، لو في احنا بقى نصدر ان شاء الله خضر وفاكهه هيبقى في صناعات قائمه على هذه المنتجات بحيث ازود الصادرات بتاعتي الى الخارج، وده انعكس بشكل كبير وجنينا الثمار بتاعته في الفتره الاخيره ان احنا الصادرات بتاعتنا الحمد لله غزت يعني اسواق كبيره جدا وتزايدت بشكل كبير، اللي احنا صدرناه هذا العام يعني ال 4.1 مليون طن دولت، احنا 2014 كل صادراتنا طول السنه كانت 4.3 مليون طن، فانت تخيل احنا يعني اعتبر في الخمس شهور دول صدرنا كنا بنصدره في 2014 ولسه بقيه السنه قدامنا ان شاء الله والانتاج كتير وجيد، وان شاء الله نغزو الاسواق العالميه باذن الله يعني. طيب وزاره الزراعه انشات قاعده بيانات كده لخصوبه التربه على مستوى الجمهوريه، هل ده الهدف منه تحديد خليني اقول خصائص وعناصر التربه دي المختلفه تمهيدا لاستصلاحها، ولا سببها مثلا تحليل التربه ومدى توفر مثلا المغذيات النباتيه فيها وربطها بالتراكيب المحصوليه، ايه الهدف؟ ما هو زي ما سيادتك قلتي احنا لنا عده اهداف في المشروعات القوميه الكبرى اللي بتاع صحه الاراضي، ان انا احدد مدى صلاحيه هذه الاراضي للزراعه، واحدد نوعيه المحاصيل اللي تجود مع كل منطقه، لان كل منطقه من زي الثانيه في اراضي فيها نسبه يعني خصوبه عاليه او لا، خصوبه عاليه او خصوبه متوسطه، المياه بردك اللي مستخدمه في الري فيها بردك نسبه ملوحه عاليه او متوسطه وحاجات زي كده، فاحنا بنعمل تصنيف لهذه الاراضي خاصه في الاراضي الجديده بحيث احدد مدى صلاحيتها للزراعه، والناحيه الثانيه احدد ايه المحاصيل اللي تجود فيها،
واساليب الزراعه اللي تلائمها واساليب الري اللي تلائمها. ايضا في نسبه الاراضي القديمه داخل الوادي بعمل تصنيف برضك للاراضي بحيث احدد مدى احتياجات الاراضي. هذه الاراضي للاسمده انهي الاراضي فيها قصور في اسمده معينه بحيث اضيفها ليها. ايضا بتساعدني في تركيب التحديد التركيب المحصولي التاشيري بحيث كل منطقه تعطي اعلى انتاجيه وزع المحاصيل فيها تعطي اعلى انتاجيه وفقا للظروف البيئيه وطبيعه التربه في هذه الاراضي. عظيم دكتور. احنا عندنا حاجه اسمها الخريطه الصنفيه بحيث احنا نختار الصنف الذي يلائم هذه التربه والمناخ في هذه المحافظه. تمام. الاراضي الجديده اللي بيتم استصلاحها هل بيراعى التغيرات المناخيه؟ اه طبعا. احنا طبعا زي ما سيادتك عارف احنا عندنا مركز البحوث الزراعيه بننتج الاصناف الجديده في الوقت الحالي اللي تتواكب مع التغيرات المناخيه، تتحمل الجفاف، تتحمل الملوحه، تتحمل درجات الحراره العاليه، تتحمل الظروف البيئيه اللي هي غير مواتيه، واخد بالك كده. فاحنا بننتج دلوقتي هذه الاصناف بحيث تكون متواجبه مع المناخ وتعطي انتاجيه عاليه وتتناسب مع كل منطقه. ايضا من العوامل اللي كنت سيادتك بتتكلم فيها عن القمح ان انا ازود نسبه الاكتفاء الذاتي، ان انا اعيد الخريطه الصنفيه. انا بزرع في كل محافظه العديد من الاصناف من القمح، لا احنا بنحاول في الوقت الحالي يبقى كل منطقه او كل محافظه تتخصص في عدد معين من الاصناف بحيث اللي هي هذه الاصناف اللي بتعطيني انتاجيه عاليه في هذه المناطق بحيث اعيد رسم الخريطه الصنفيه بحيث تكون متواجبه مع البيئه مع المناخ مع التربه وتعطيني انتاجيه عاليه. ونقطه مهمه برضك في هذا المجال اللي هي توفير التقاوي المعتمده. احنا كنا في 2014 بنوفر تقاوي معتمد لمحصول القمح حوالي 35% من الاحتياجات، احنا هذا العام وصلنا 70% من احتياجاتنا من تقاوي القمح. العام القادم 24 ان شاء الله مستهدفين نغطي 100% واكثر كمان، لان في طلب عالمي عربي وافريقي على التقاوي المصريه وخاصه القمح والذره ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم بعد موضوع تاني هو الثروه الحيوانيه متكامل اكيد في طبعا. موضوعنا النهارده في مشروع اسمه تحسين السلالات عاليه الانتاجيه. طبعا. ايه الهدف من اطلاق هذا المشروع من الابقار والجاموس؟ يعني هل هيكون عندنا زياده في انتاجيه السلالات المحليه الموجوده في مصر لدى صغار المزارعين عن طريق التلقيح الاصطناعي مثلا بسلالات عاليه الانتاجيه؟ فهمنا الموضوع ده اكتر. تمام. احنا طبعا يعني زي ما سيادتك شفت احنا اتكلمنا عن الانتاج النباتي، زراعه انتاج نباتي وانتاج حيواني وداجني وسمكي. فلو بصينا بقى احنا في اهتمام كبير ايضا بمشروعات اللي هو تحسين السلالات. واحنا طبعا برضك هنخش في نقطه في البدايه كده ان احنا يعني تم التوسع في المشروع القومي للبيتيلو. تم توفير قروض وتمويل حوالي 7.7 مليار جنيه مصري لحوالي تسمين حوالي 486,000 رأس من الماشية. استفاد منها أكثر من 42,000 مستفيد سواء كان شباب خريجين أو صغار المزارعين أو مستثمرين بشكل عام. احنا كنا مشروع البتيلو دهوت كان الحيوان بيتم ذبحه في وزن صغير أقل من 100 كيلو، فاحنا وفرنا قروض لهذه المشروعات بحيث يعني يتم تسمين هذه الرؤوس ويتم ذبحها عند 400 كيلو أو 400. في توعية للمزارعين طيب أو صغار المربين؟ طبعا احنا طبعا في عندنا الحملات القوميه فيما يتعلق بالمحاصيل، في ايضا الحملات القوميه اللي بتقوم بها وزاره الزراعه ايضا لتحصين الثروه الحيوانيه ضد الامراض زي الحمى القرنيه وحمى الوادي المتصدع. كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا، حضرتك بتقول انه كان بيتذبح العجل على وزن 100 كيلو فقط، فطبعا كان بيبقى انتاجيته من اللحوم بتكون اقل، فدلوقتي احنا بدانا نوعي الناس بالظبط صغار المزارعين والمربين على تربية هذه العجول وتسمينها فتكون عالية الانتاجية في النهاية من اللحوم وهو المستفيد في النهاية. كلام سيادتك مظبوط. احنا عندنا عدة اهداف. الهدف الاولاني ان انا ازود انتاج مصر من اللحوم والالبان وان انا احسن دخول السادة المزارعين. يعني الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا نحسن دخول السادة المزارعين ونرفع مستوى معيشتهم، وان احنا بنوفر لهم برضك يعني من اهم متطلبات الثروة الحيوانية الاعلاف. احنا في الفترة الاخيرة منذ كان عندنا مشكله في دخول الاعلاف والافراج الجمركي عن الاعلاف، فتم من 16 اكتوبر 22 حتى الان تم الافراج عن حوالي 5.6 مليون طن قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار. ده عشان اوفر الاعلاف ايضا للثروه الحيوانيه. وزي ما سيادتك قلت احنا يعني عندنا الثروه الحيوانيه عند صغار المزارعين الانتاجيه بتاعتها يعني مش على المستوى المرغوب سواء من الالبان او من اللحوم الحمراء، فاحنا بنحاول نحسن هذه السلالات
من خلال ان احنا نعمل التلقيح الاصطناعي، ان احنا نشوف الطلائق اللي هي الجيده وناخد السائل المنوي بتاعها ونجمده ونقوم باعاده تخصيب به الاناث بتاع الماشيه. ده بقى التلقيح الاصطناعي. تمام. او ان انا استورد يعني اناث ماشيه من الخارج عاليه الانتاجيه واعمل لها ايضا احنا عندنا حوالي 632 نقطه تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطريه. تمام. فده بيوضح سيادتك مدى اقبال الساده المواطنين على التلقيح الاصطناعي، وده بيوضح ايضا برضك زي ما احنا قلنا 7.7 مليار جنيه مصري، 486 الف راس، 42 الف مستفيد. ده جه منين؟ جه من الوعي وجه من التيسيرات اللي بتقدمها وزاره الزراعه واصلاح الاراضي للساده المزارعين، بحيث ان انا ازود الانتاج وازود الانتاجيه لدى الصغار المزارعين. فالهدف الاساسي بتاع هذا المشروع زي ما قلت لحضراتكم ان انا ازود الانتاجيه سواء من اللحوم او الالبان، او ازود دخول الساده المزارعين بحيث اعمل استقرار على مدار العام، وفر فرص عمل للمزارعين وللشباب في المناطق في مناطقكم وقراهم، بحيث احد من الهجره من الريف الى الحضر ووفر لهم حياه كريمه في الريف. طيب، هل استيراد ابقار عالية الانتاجية بديلة عن اللي بيمتلكها المزارع من ماشية قليلة الانتاجية؟ خليني اقول ده بيهدف طبعا الى ارتقاء اكيد يعني معيشة هؤلاء المواطنين الى الافضل. هل بيتم ده يعني من الدولة بتكلفة عالية؟ يعني هل الدولة بتستورد او هذه الابقار بتكلفة عالية؟ طبعا يا سيادتك، هذه هذا الاستيراد من الخارج وخاصه اللي هي الحيوانات اللي هي السلالات عاليه الانتاجيه ديت، يعني مكمله للثروه الحيوانيه جدا عندنا هنا في جمهوريه مصر العربيه، ورفع مستوى انتاجيتها بحيث ان انا يعني هذه الماشيه المستورده المحسنه المزارع ياخد منها يربيها من ناحيه، والناحيه الثانيه ناخد منها السائل المنوي ونعمل به تلقيح اصطناعي للثروه الحيوانيه الموجوده هنا عندي في مصر، بس اطلع يعني اجيال جديده بتعطي انتاجيه عاليه وتواجبه مع الظروف المصريه والبيئه المصريه. طيب دكتور، عايز اتكلم عن موازنه الوزاره بشكل عام في العام المالي الحالي 23-24، ولو هنقارنها بالموازنه في العام المالي السابق، الزياده قد ايه وهتتوجه لايه بالظبط؟ تمام. وطبعا بشكل عام فيه اهتمام كبير من القياده السياسيه ومن فخامه الرئيس لقطاع الزراعه، واحنا شفنا الاستثمارات العامه الموجهه لقطاع الزراعه كانت 2014 حوالي 4 مليار جنيه، احنا وصلنا هذا العام او عام 22 حوالي اكثر من 34 مليار جنيه استثمارات عامه موجهه لقطاع الزراعه في مشروعات اصلاح الاراضي والمشروعات المختلفه. فده بشكل عام. لو بصينا بقى للخطه والموازنه بتاعه وزاره الزراعه واصلاح الاراضي 23-24، فهي بشكل عام كده بجميع الابواب بالاجور والمرتبات يعني وصلت حوالي 12.7 مليار جنيه مصري هذا العام، منها المشروعات بقى الاستثماريه اللي هي اللي احنا يعني بنعمل بقى مشروعات تنميه زراعيه في مختلف المجالات، تطشيد المياه، زياده الانتاج، تسويق المحاصيل، زياده انتاج التقاوي، هذه المشروعات كلها يعني مخصص لها هذا العام اكثر من 2 مليار جنيه. يعني العام الماضي كان حوالي 1.7 مليار جنيه، ففي فرق كبير لزياده الاستثمارات الموجهه لقطاع الزراعه نظرا لاهميه قطاع الزراعه ودوره الكبير بيقوم به في تحقيق الامن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الاسعار. وايضا احنا كوزاره الزراعه والصحه الاراضي بنقوم بدور كبير في توفير السلع للساده المواطنين بجوده عاليه واسعار تنافسيه على مستوى المنافذ الخاصه بوزاره الزراعه منتشره على مستوى جمهوريه مصر العربيه. على كل حال، ده كان حديثنا عن ما تم في تطوير القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، وأفدنا طبعا الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة. شكرا ليك يا فندم على وجودك معنا، بنشكرك كل الشكر. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.